ازي حضرتك يا باشمهندسين؟ كل سنة حضراتكم طيبين. الأخبار كل سنة طيبين. حضرتك تابع يا باشمهندس. أستأذنكم لو ممكن في إمكانية نفتح بس الكاميرا بحيث إن هيكون في إنجيجمنت وتفاعل إن شاء الله النهاردة. طيب أحب أعرف حضراتكم بنفسي، أنا مع حضراتكم علي يحيى، مدير مشروعات شركة بيرو سبوت، موجود مع حضراتكم إن شاء الله على مدار يومين، هنتكلم فيهم بإذن الله عن أكتر من حاجة، هنبتدي بإذن الله في أكتر حاجات تخص حضراتكم واللي إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم فيما بعد، وتقدر تفيدكم في المبادرة وفي الكومبيتيشن بإذن الله. إحنا هنبتدي إن شاء الله النهاردة بحاجة مهمة جدا اسمها التيم بيلدينج، يعني ازاي هنبني فريق. وعموما احنا علشان نبتدي نخرج مشروع كويس، نبتدي نشتغل على نفسنا كويس، سواء حتى لو بنخطط لو لحفلة عيد ميلاد على الأقل، لازم يكون في تيم كويس، كل واحد عارف دوره، مسؤولياته، مهامه، هيعمل ايه، هيكون ايه التاسكس اللي ممكن يقوم بيها. هل في حد دخل في تيمز قبل كده، سواء تطوعية أو جوه الكلية؟ كم حد دخل في تيمز تطوعية؟ أنا في تيم تطوعي في جامعة حلوان، ايه يا باشمهندس محمد؟ تمام. يعني دخلت تيم تطوعي، في تيم تطوعي حاليا انت حاليا موجود فيه؟ بالظبط. تمام جدا. مين تاني يا شباب؟ مين تاني؟ محدش دخل في تيم استطلاعات تانية؟ أنا كنت في تيم تكنيكال، أو ما زلت في تيم تكنيكال هنا في الكلية، جامعة اسكندرية، بس جامعة اسكندرية. عظيم. طيب التيمز علشان تبتدي هي بتمر بمجموعة مراحل، المراحل دي هما 4 مراحل أساسية، ومن خلالهم بنبتدي نعمل التيم. التيم أهم من أي حاجة. إحنا اليومين بتوعنا هيكونوا مركزين، يعني إحنا مركزين في كل المراحل بتاعتنا على التيم. هو التيم دايما طول ما هو التيم موجود والتيم أكتيف ومتفاعل وفي إنجيجمنت بينهم، طول ما إحنا شغالين على المسار صح. دايما بيكون في بعض التيمز بيكون فيها مشاكل صغيرة او في ستورمينج شويه، ان الناس بتكون بتتعرف على بعضها، الناس بتكون بتعرض افكارها، دي بتكون موجوده بس ازاي نتعامل معاها. فان شاء الله اليومين بتوعنا هيكونوا كالاتي. احنا ان شاء الله هنشتغل النهارده اول حاجه مع حضراتكم التيم بيلدينج، بعد كده هناخد الايديشن وازاي هنجنريت الافكار، وبعد كده هناخد جزئيات بسيطه من الماركتينج، ده ان شاء الله اللي هنغطيه النهارده. بإذن الله بكرة هنركز على الفاليو بروزيشن، ودي حاجة مهمة جدا، بيزنس موديل كانفاس والايديا باتشين. عايز اقول لحضراتكم ان الست توبكس دول لا يتجزأوا من بعض، الست توبكس مرتبطين ارتباط قوي جدا ببعضهم، كل توبك بتكمل التانية، ولو توبك واحدة فيها مشكلة البروجكت نفسه او المشروع نفسه او الفكرة نفسها اللي احنا شغالين معاها بيكون فيها مشكلة. طيب حد عنده تعريف للتيم وورك؟ لما بتيجي تشتغل انت مثلا في عامل تطوعي بيقول لك لا احنا اهم حاجه عندك، وانت حتى بتعمل انترفيو بسيطه انك تنضم الاي تريبل اي مثلا، بيقول لك هل تحب تشتغل لوحدك ولا تشتغل في تيم؟ بتقول له طب لا انا احب اشتغل في تيم. طب ليه انت اصلا بتحب تكون حابب انك تشتغل في تيم؟ في حد عنده اجابه؟ هو يمكن مش عشان مثلا مهندس يوسف اتفضل. حضرتك سامعني؟ عايز سامعين حضرتك اتفضل. تمام. بقول يمكن انا احب اشتغل مثلا في تيم، لان انا في سكيلز عندي مثلا مش موجوده عند غيري، والعكس برضو. فاحنا باختصار كل واحد له مثلا في جزء معين، يعني في مجموعة من التاسكس كل واحد بيعملها بحيث إن هو يستخدم السكيلز بتاعته، فخلاص إحنا بنوصل للإند تارجت بتاعنا.
عظيم. يعني انت كل واحد بيكون عنده مهارة مختلفة وبالتالي بنكمل بعض، مظبوط كده؟ مظبوط. خلاص تمام. طيب احنا كل هدفنا من التيم ان احنا بنقوم بنجمع بعض، بنتعرف على بعض، بنعرض الافكار على بعض، ده كله علشان بيكون في هدف في الاخر احنا لازم نوصله. بيكون الهدف محدد عن طريق البروجكت نفسه، الهدف بتاع المشروع ده بنقول في الاداره او في التيم ليدر بيقول والله احنا هدفنا النهائي للمشروع بتاعنا ان احنا مثلا نخش في الكومبيتيشن ديت ونكسب مركز اول. طبعا عشان نكسب مركز الاول لازم احنا نعدي على مجموعه خطوات، هو بيحدد الخطوات، بيبتدي يوزعها على اعضاء التيم، بيبتدي يعرف كل عضو من اعضاء التيم ايه هي التاسكس بتاعته، ازاي هيعملها، ومين ممكن يكون assigned معاه في التاسك دي، ومين ممكن يكون support لي. فبالتالي احنا بنقوم بكل جهدنا علشان نوصل لحاجة اسمها الهدف الرئيسي من اي project. يعني في جول في النهاية انا عايز اوصل له، الجول ده لو وصلت له بكون عارف ان انا التيم ده ماشي مظبوط، التيم جاب already الهدف منه. طيب التيم لما بيتشكل بيمر باربع حلقات. احنا دايما واحنا بنعمل اي تيم او بنشكل اي تيم جديد لازم بيكون في مراحل احنا بنعدي عليها. طيب قبل المراحل تفتكروا ايه الافضل؟ تفتكروا حضراتكم ايه الافضل؟ هل ان انا التيم كله يكون من مثلا من هندسة، او التيم كله يكون تجارة، او التيم كله يكون مثلا علوم، او ان التيم يكون مختلف؟ تيم يكون ميكس مختلف بين كذا حد وكذا مجال مختلف، لان في الاول وفي الاخر الجول اللي عايزين نوصل له هو مرتبط بكذا زاويه او ناحيه من ناحية الحياه، مش مرتبط بس ان انا فكره جايه من هندسه او من تجاره، يعني كل الفكره ليها كذا زاويه المفترض نركز عليها عشان تكبر. عظيم جدا. طيب ان التيم يكون فيه خبرات متنوعه دي حاجه كويسه، بس اهم حاجه الخبرات المتنوعه دي تكون بتخدم على الهدف النهائي. احنا ممكن نكون خبرات متنوعه متفرقه، بس في بعض او اجزاء مننا او بعض الاشخاص الاكسبيرينس بتاعتهم مش هتخدم على الهدف النهائي مننا عندنا في البروجكت. مثلا انا دلوقتي عملنا بروجكت جديد، البروجكت ده هيكون مرتبط اكتر بان هو تكنيكال، بيشتغل على الاي اي، بيكون الهدف منه حاجه منشآت صناعيه. مش هجيب مهندس زراعي مثلا واقول له والله انت هتكون معانا في التيم وهنستفيد من خبراتك، لا، هو انا بخدم على منشاه صناعيه مش هحتاج حد او خبره من منشاه زراعيه، بس هحتاج ان حد تجاري هيعرف ان هو يشرح الفكره بتاعتنا كويس، هحتاج ان هو يكون حد واثق جدا ان هو يعرف يماركت كويس للفكره، الفكره ديت فكره جديده، فمحتاجه حد يكون سكيلز كويس جدا هنا. في حد تكنيكال كويس جدا وشاطر جدا اللي هو اشتغل المهندس اللي اشتغل على الفكره من البدايه، هيبتدي يعرض الجزء التكنيكاليتي او الجزء التكنيكال بتاع الفكره بتاعتنا ويجاهد في الجزئيه ديت. طيب الجزئيه بتاعت الماركتينج بيكون الماركتير عنده التولز والتكنيكس اللي تقدر يشرح بيها الفكره بشكل افضل. طيب هنتعرف على الجزئيه بتاعت الماركتينج وليه ان السكيلز بتكون مهمه جدا في الجزئيات اللي جايه. طيب التيم بيلدينج احنا قلنا دلوقتي ان اهم حاجه ان التيم واحنا بنبنيه بيكون علشان هدف معين احنا عاوزين نوصل له. ايه الهدف ده؟ حضرتك بتبني التيم وحضرتك في بدايه البيلدينج بتاعك للتيم بتكون محدد الهدف ده هو، وبتقول والله انا عايز اوصل في النهايه ان الهدف ده هو اوصل لمركز اول في كومبيتيشن، اوصل ان انا اخد فاند، اوصل ان انا اجي اعمل شركه جديده، اوصل ان انا انفذ بروجكت، وانت حضرتك بتحدده. بناء عليه بتجمع اعضاء التيم، بتعرفهم في البدايه ان الهدف بتاعنا ان احنا نوصل مثلا كومبيتيشن ونكون مركز اول. اعضاء التيم، واحد ممكن يقول لك والله انا موجود معاك في التيم، ممكن واحد يقول لك لا انا مش هكون موجود لان انا عندي، انا شايف ان انا مش حابب ان ادخل كومبيتيشن، انا حابب ان انا ابني شركه مثلا، ان انا اكون جزء من شركه. يعني الجولز نفسها تختلف، فانت لازم وانت بتبني تيم تكون الهدف في النهايه واحد. ايه اللي بيخلي حضرتك مثلا تدخل اي تريبل اي وما تدخلش رساله؟ انت في اي تريبل اي بيكون عندك اهداف مختلفه تماما عن رساله، عن صناع، عن الاورمون، فكل جمعيه من دول او تشارت من دول انت بتشوف ان انت فيها اجزاء انت محتاجها، الاجزاء دي موجوده في المكان ده بس مش موجوده في المكان ده، فاذا الهدف بتاعك طالما اتغير يبقى انت بالتالي
المايند سيت بتاعتك هيتغير، والمكان اللي انت هتختاره هيتغير. فمهم جدا واحنا بنبني تيم جديد يكون الهدف بتاعنا النهائي واضح جدا لكل اعضاء التيم، وعارفين ان احنا هناخد ستيبس ايه 1 2 3 علشان نحقق الجزئيات دي. اي تيم بيكون بيمر مجموعه من الستبس علشان نبنيه. احنا هنشوف فيديو بسيط هيعرفنا اجزاء من الستبس دي، ونبتدي ان شاء الله نناقشه. طيب احنا عندنا قلنا في 4 مراحل لتكوين التيم. اول مرحله عندنا هي مرحله الفورمينج. في البدايه احنا بنتعرف على بعض، انا بقول ان احنا بنشكل تيم، والهدف من وجود التيم اهداف معينه، بحدد الاهداف، وبالتالي بطلب من المنضمين ليا ان هم ينضموا بناء على الهدف اللي احنا عايزين نحققه. الهدف ده هو اللي بيجمعنا كلنا علشان نحققه. لو انا الهدف مش باين او مش واضح كويس، لو الهدف فيه مشكلة، لو الهدف ده مختلف بين أعضاء التيم، أكيد في مرحلة من المراحل هيبان حاجة زي كده اللي هي مرحلة الستورمينج. بس في البداية لازم الهدف بتاعي يكون واضح جدا، لازم يكون الهدف محتاج بتاعي. عياد يا نور. في حد بيسأل؟ طيب الهدف بتاعي لازم يكون واضح جدا لأعضاء التيم. طيب إيه أهم مميزات المرحلة دي؟ الأهم مميزاتها زي ما قلنا إن إحنا بنحدد المشكلة أو الهدف بتاعنا، والأهداف بتاعتنا تكون ماشية مع الاستراتيجي، ويكون في تاسكس بتتوزع. طيب أنا وزعت التاسكس، لازم وأنا بوزع التاسك يكون كل واحد أنا بديله التاسك يكون هو أوريدي يعني ملم بيها. أنا هديك تاسك تكنيكال، التاسك التكنيكال ديت لازم يكون مع واحد بيفهم تكنيكاليتي كويس. هدي جزئيه خاصه بالكوميونيكيشن سكيلز، يبقى انا عايز اشوف حد عنده مهارات الكوميونيكيشن والبرزنتيشن سكيلز عاليه جدا عشان اديها له. يبتدي يتكلم مع الكلاينت، يبتدي يتكلم مع العميل، هيبتدي يتكلم مع المجتمع الخارجي، يبتدي يقنعهم. وفي نفس الوقت هو بيتعامل مع زمايله يكون عنده لغه بسيطه، لغه سهله ان هو يوضح لهم الاجزاء بتاعت الجولز بتاعتنا، فتكون التاسك ديت مناسبة لكل فرد. طيب بيكون في تحديات، والتحديات دايما موجودة في كل المراحل، يعني انت دايما بتتحرك من ستيب لستيب، دايما في التحدي. انت بتتحرك مثلا، بدأت مشروع اهوت وبدأنا ندخل في مشروع جديد، ببقى عارف ان انا في البداية خالص في تحدي ان انا عايز اعمل لغة، اشتغل المشروع ده بلغة برمجة محددة. لغة البرمجة ديت مثلا انا كويس فيها، فاحتاج، ولكن في حاجه جزئيه مثلا في اليو اي واليو اكس احتاج فيها سبورت من حد زميلي، فده بدا يبقى هنا تشالنج ان انا محتاج حد كويس في اليو اي واليو اكس، فابتدي اوظف حد يقدر يفيدني في الجزئيه دي. المرحله الثانيه الستورمنج. المرحله دي بتتميز اللي بيخليها ستورمنج او اللي بيخليها فيها دايما ان الناس مش
مش متوافقة، الآراء دايما فيها اختلافات، في دايما أجزاء بتكون غير مفهومة ومبهمة، بتضطر إن إحنا نبتدي نتكلم مع بعض، إيه لا أنا رأيي أنا الأفضل، لا رأي حضرتك مش كويس، لا أنا بتفق مع الباشمهندس، لا أنا بختلف معاه. المرحلة ديت تفتكروا ليه هي دايما فيها ستورمينج، فيها خلافات؟ ممكن different perspectives ايه different perspectives كويس، ايه تاني؟ عارفين هما الشاحن الشاحن اللي بيشحنش ايه تاني يا شباب؟ ايه طيب لو في حد عنده اجابه ريز هاند. اتفضل يا باشمهندس يوسف. ممكن لو في كذا واحد في نفس التيم يعني طب بس مثلا ممكن حاجة. نعلي صوتنا؟ طيب صوته واضح كده يا هندسة؟ اتفضل. ممكن لو في التيم نفسه بعد كده في المرحلة دي بدأ يختلف عن الميكانيزم بتاع الفكرة نفسها، وممكن تتنفذ ازاي وتتعمل ازاي، فكل واحد عايز ينفذها بطريقة شكل يعني. كويس. طيب اللي بيخلي في ستورمنج قوي في المرحله ديت ان احنا اوريدي مش عارفين لسه بعض، احنا لسه كنا من شويه في مرحله الفورمنج، احنا لسه يعني في بدايه التيم مش عارفين بعض كويس، الافكار بتاعتنا مختلفه، الباك جراوندز بتاعتنا لو مختلفه يبقى ده هيزود من الستورمنج، لو احنا باك جراوند واحده الى حد ما هنبقى متفاهمين، انما الباك جراوند بتاعتنا طالما بقت مختلفه وكل واحد له باك جراوند مختلفه، لا الجزئيه ديت هتكون صعبه شويه. ليه؟ أنا ليا رأي مختلف عن رأي الباشمهندس يوسف، باشمهندس يوسف له رأي مختلف عن باشمهندس محمد. الباك جراوند بتاعتي مثلا مختلف عنه، أنا جاي من مثلا من باك جراوند تكنيكال، هو لا جاي من باك جراوند نون تكنيكال وبيشتغل مثلا في الماركتينج أو السيلز، فهو احنا مختلفين، ففي المرحلة دي لازم بيكون في اختلافات بيننا وبين بعض. طيب الاختلافات ديت هل من مصلحتنا إن هي تبقى طويلة ولا قليلة؟ أكيد قليلة، طول ما المرحلة فيها ستورمنج بسيط وقليل وإن إحنا قدرنا نقلل من عملية الستورمنج في المرحلة ديت، إحنا هنبتدي ندخل على المرحلة اللي بتاعتها اللي بعدها علشان ننفذ النتائج اللي إحنا اتفقنا عليها، الجولز. إحنا أهم حاجة عندنا في المرحلة دي إن الجول يكون ظاهر وواضح، طالما الهدف بتاعي ظاهر وواضح يبقى أنا دلوقتي المرحلة دي هتعدي بسرعة جدا. الهدف نفسه لو في مشكلة، لا المرحلة دي هتطول معايا شوية. التاسكس بتاعتي، أنا استلمت التاسك من الباشمهندس أو التيم ليدر، ولكن التاسك ده مش بتاعي، أنا ما بفهمش فيه، أنا دلوقتي قال لي لا أنت هتنفذ حاجة تكنيكال وأنا نون تكنيكال. ما أعتقدش إن أنا هقدر أنفذها، هبتدي أقول له لا أنا مش هقدر أنفذها، يقول لي بس أنت أنا مثلا عندي ضعف في التيم، أنا عندي عدد أقل فمحتاج تنفذ الجزئية ديت. من هنا يبتدي يتولد عند ستورمنج، أنا نظريتي صحيحة وهو شايف إن هو دلوقتي إن التيم ما فيهوش عدد، ولكن أنت مديني التاسك مختلفة تماما عن الباك جراوند بتاعتي، فبالتالي لو هاجي أنفذ هنفذك ممكن نقول 10% 20% وممكن ما أنفذش خالص، فبالتالي هضيع منك وقت كوست الوقت والمجهود والتكلفة، لو في حاجة فيها بيكون فيها تكلفة فالحاجات دي كلها هتضيع. طب أنا ليه أدخل في الجزئية ديت؟ فلا هنبتدي ندخل هنا في مرحلة الستورمنج إن أنا بقول لحضرتك لأ أنا مش مناسب للجزئية ديت، لأ محتاجين نشوف حد يكون أكثر خبرة يقدر يفيدنا في الجزئية دي. طيب هي العمل الإداري عموما، العمل الإداري بالشكل عام ملوش اسطمبة بتحكمه، يعني هو له قواعد وقوانين، ولكن ان احنا يكون زي العمل الهندسي بنقول واحد زائد واحد هيساوي اتنين، لا هو العمل الاداري بيكون فيه اختلافات شويه، انت بتتعامل مع نفس بشريه، النفس البشريه بطبيعتها بتكون متغيره شويه. التيم ليدر كويس شاطر جدا اللي يقدر يقلل من مرحله الستورمنج جدا على قد ما يقدر، يعني طول ما هو بيقلل من مرحله الستورمنج طول ما هو تيم ليدر شاطر، طول ما هو عارف ان هو هيبتدي يتحرك للهدف بتاعه اسرع. الستورمنج بتبقى مفيدة في توليد الأفكار، مش مفيدة في مناقشة الأفكار بصعوبة إن كل واحد يتملك بفكرة خاصة بيه، إحنا ممكن نولد عدد كبير من الأفكار ونبتدي من بعدها في مرحلة البرفورمنج نختار الفكرة اللي ممكن نشتغل عليها. وهنيجي للجزئية دي في الأيديشن دلوقتي إن شاء الله. طيب مرحلة النورمنج. طيب إحنا دلوقتي بدأنا عرفنا بعض، تعرفنا على أفكار بعض، بدأنا نتقبل بالباك جراوندز بتاعت كل واحد، كل واحد بدأ يعبر عن مشاعره في المرحلة اللي قبلها الستورمنج، يقول والله أنا دلوقتي كويس في الجزئية دي فهبتدي أنفذها، أنا كويس في
تكنيكال، انا يو اي شاطر جدا، انا بتكلم انا سيلز قوي جدا. لا، هنبتدي هنا في مرحله النورمينج نشوف مين مناسب لايه. طيب في المرحله ديت احنا بنكون متقبلين جدا للتيم، التيم بدا يعرف بعضه، بتكون الرولز واضحه جدا، لان في تيمز طالما ما اتبنتش على رولز هتكون صعب ان هي تكمل. الرولز هنا واضحه، بقول مثلا من ضمن قاعده التيم الاحترام، ان الناس تتعاون، ان احنا مثلا هيكون في ميتنج اسبوعي، الميتنج ده هيكون سي يوم جمعه، بحدد التوقيتات بتاعته وبحدد التاسكات في الميتنج، يبقى لازم هنا في رولز لازم نكون ملتزمين بيها. طيب حد عنده امثله على تيمز بدات ونجحت وكملت للاخر لحد ما بقت شفناها دلوقتي شركه قويه او حاجه، او دلوقتي مؤسسه قويه؟ عايزين نشوف ريز هاند بقى يا شباب. حد عنده يعني الأمثلة كتير، فحد يقول لنا مثال على الشركة بدأت بتيم، والتيم مش لازم يكون 5 أو 6 أو 10، التيم بيبتدي حاجة بسيطة وبيكبر مع الوقت. حد عنده أي أمثلة؟ هو في سيمبلكس، عظيم. سمبلكس بدأت إزاي طيب؟ هي بدأت من عندنا في جامعة المنيا، وكانوا شباب مع بعضيهم وبدأوا المشروع بتاع عظيم، اللي هو بتاع البلندر والسي تمام. ان سي والكلام ده. السي ان سي، ودلوقتي واخدين شراكة كويسة. طيب باشمهندس فادي اتفضل. باشمهندس فادي اتفضل. طيب ممكن نقول على مثال جوه مصر ومثال بره مصر. مثال بره مصر، ابل اول ما بدات كان ستيف جوبز وكان زميله، بداوا هما اتنين، بداوا يبتدوا يشتغلوا على فكره جديده للكمبيوترز، ان هما يقولوا دلوقتي احنا عايزين نطور من الواجهه بتاعه المستخدم. كان في الوقت ده ديل موجوده، كان في الوقت ده اتش بي، كان في اي بي ام، كان في كذا ايه شركه، والشركات عملاقه قوي جدا في المجال ده. ولكن هو اخذ جزئيه حب يشتغل عليها وهي واجهه المستخدم. فاده حاجه زي كده في الدراسه بتاعته، كان هو درس اجزاء في الكوليدج، هو صحيح ما كملش بس كان اخد بعض الاجزاء في الرسم والرسومات، ساعدته هنا ان هو يتطور من الماك، وبدا ينزل اول ماكنتوش، وكان حاجه رائعه جدا وعظيمه. بداوا اتنين، بعد كده التيم كبر بقى 10، عملوا معرض قوي، المعرض كان ناجح جدا، عرضوا المنتج بتاعهم، استمروا لحد ما شفنا المرحله اللي وصلت فيها ابل، مرحله قويه، وبعد كده حصل ديكلاين، تدهور شوية، وبعد كده ايه رجعوا واستمروا لما ستيف جاب. يعني التيم ممكن يبدأ باتنين، ولكن اتنين عندهم هدف واضح، عندهم النوليدج، ولازم النوليدج تكون حاجة قوية في المجال اللي هم داخلين وهيشتغلوا فيه، وعندهم الإصرار. أنا دلوقتي مصر إن أنا هوصل لهدف معين هكمله لآخر الطريق، إن أنا مش هاجي في أول مرحلة أو أول حاجة صعبة أو أول صعوبة تقابلني أقوم قايل لأ ده أنا هرجع ومش هقدر أكمل. الشركة التانية هي شركة الحاج محمود العربي، الشركة دي بدأت هما برضه تقريبا كانوا اتنين، كان في حد الحاج محمود العربي شاركه، ثم زميله ده كان تعب، وكان الحاج محمود اتكلم عن القصة دي بتفرغ شوية. هما كانوا بدأوا باتنين، التيم برضه بدأ يكبر، بدأوا كانوا بادئين بالأدوات المكتبية والحاجات اللي هي البسيطة، ثم بدأوا يدخلوا على الصناعات الكهربائية لحد ما بقت مجموعة العربي، بدل ما تشيبة العربي بقت مجموعة العربي. طيب مش لازم التيم نستمر ننتظر لحد ما التيم يبقى حاجة كبيرة، نقول احنا 10 20 هنكمل لحد ما يبقى 80 واحد او 50 واحد عشان نقدر نوزع تاسكس. لا، انت ممكن تبدأ باتنين، ممكن تبدأ بتلاتة، ولكن لازم التلاتة دول يكون عندهم كل واضح دي جدا، التاسكس بتاعتهم تكون واضحة ومتقسمة كويس جدا، وكلهم عندهم اصرار ان هم ينفذوا. طيب المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة البرفورمينج، المرحلة ديت احنا دلوقتي عرفنا التاسك، عرفنا ازاي نوزعها، عرفنا الأهداف، عرفنا الرولز بتاعتنا، وبدأنا ننفذ وبدأنا نتقبل بعض. في المرحلة ديت أهم حاجة يكون في إشراف قوي جدا، نبتدي نعرف نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل فرد. أنا دلوقتي عندي نقاط ضعف لازم أوضحها للتيم ليدر بتاعي عشان يبتدي هو يفيدني، يقول لي مثلا أه أنت عندك نقاط ضعف، يا إما هنشتغل عليها ونبتدي نطور فيها،
يا اما هنبتدي نتجنب ان انت تمسك تاسكات خاصه بالاجزاء دي. طيب لو انا قمت اخدت تاسك، التاسك ده خارج المهارات بتاعتي، انا مش كواليفايد ليه، والتيم ليدر ادهولي وانا قلت له انا كواليفايد ان انا اخد التاسك ده، بس لما استلمت التاسك لقيته ان هو كبير قوي عليا، لقيت ان التاسك انا مش مناسب ليه، ولكن قمت قايل لا هحاول هحاول. الموضوع ده بيكون خطورته كبيرة جدا، ان هو بيضيع وقت ومجهود وتكاليف اوقات، وبيكون عامل الوقت من اهم العوامل اللي احنا فعلا بنفتقدها. طيب ليه في المرحلة ديت لازم ان احنا نحاول التيم ليدر يكتشف الاجزاء ديت في المراحل اللي قبل كده، ان هو عامل القوة وعوامل الضعف عند كل واحد علشان يبتدي زي ما قلنا يوزع التاسكات لكل فرد قوة التيم زي ما هو يقدر يحلها. انا اديت واحد تاسك هو مش بيقدر يشتغل عليه، هيكون بالنسبة لي مشكلة. طيب بنبتدي ننفذ في المرحلة ديت التاسكات بتاعتنا، نشوف النتائج بتاعتها، ونيجي المرحلة الأخيرة إن إحنا بقى بنفنش البروجرام بتاعنا ونبتدي نشوف هل إحنا دلوقتي قدرنا نوصل للهدف النهائي. طيب بعد ما وصلنا للهدف النهائي هل هنبتدي ندخل على بروجكت جديد، ولا هيحصل ديفلوبمنت، ولا هنبتدي نقف هنا ونقفل البروجكت ده؟ دي بتكون محددة عن طريق الهدف النهائي بتاع كل بروجكت. الشارت ده ونموذج ده بيحدد المراحل الأربعة بتوع التيم. اللي عايز حضراتكم تعرفوه جدا من الشارت ده إن مرحلة الستورمنج ديت طول ما هي كانت قليلة، طول ما احنا دخلنا بقوة على النورمنج والبرفورمنج. طيب مرحلة الستورمنج بقت أخدت حيز أكبر، لو مرحلة الستورمنج الحيز فيها بدأ يكون كبير بدأنا نطول في المرحلة ديت، لا هيكون فيه هنا ريسك عالي جدا ان احنا بنأخر من مرحلة النورمينج وبنأخر من البرفورمينج، وبالتالي ممكن يكون في تأخير علينا في تسليم تاسك معين، في تسليم البروجكت، في الفاينل بروجكت اللي مطلوب مننا. انا مطلوب مني دلوقتي ان انا اعمل بيزنس موديل، البيزنس موديل الديدلاين بتاعه هيكون يوم مثلا 15/4. لو احنا قعدنا في المرحلة دي زي اسبوع، لا هنقلل، يبقى كده المرحلة دي هتأثر وكده مرحلة البرفورمينج اصلا. حتى لو احنا رفعنا او assigned التاسك بتاعنا اون تايم، اعرف ان في دايما في جزئيه اسمها الكواليتي. الكواليتي هتتاثر جدا 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 باللي حضرتك بتعمله في مرحله الستورمنج طول ما هي كانت طويله. طيب المرحله قلت او الستورمنج قل واحنا قدرنا نستفيد من مميزاتها ونتجنب عيوبها، يبقى انا دلوقتي هبتدي اسلم التاسك بتاعي في ميعاده، هسلم التاسك بتاعي ناجح جدا، و هتكون مرحلة البرفورمينج هقدر استفيد منها جدا. طيب فيها اي حد عنده اي سؤال في الجزئية دي؟ ماشي باشمهندسين، في حد عنده اي سؤال في جزئية التيم بيلدينج؟ طيب الجزئية بتاعت جراوند رولز قلناها إن طول ما في رولز بتكون واضحة، إحنا بنحط الرولز في البداية خالص والناس لازم تلتزم بيها علشان خاطر دي القواعد اللي بتحدد طرق حتى التعامل والهرم الإداري بتاعنا. أنا مثلا تيم ليدر، في من تحتي مثلا مسؤول هيكون باشمهندس أحمد، ثم ربنا باشمهندس يخليك يا رب. أحمد، ثم باشمهندس محمد. دي بتكون الرولز بتحدد فيها الهرم الإداري بتاع التيم. طيب في ناس دايما بتكون او عناصر موجوده في اي تيم ممكن تعمل تاثير على التيم ده، العناصر دي ممكن تخلي التيم يفشل او ممكن تخلي التيم ينجح.
طيب مين العنصر ممكن تخلي التيم يفشل وليه بيخليه يفشل؟ هنشوف الفيديو ده ونعمل له ديسكشن. طيب احنا حتى في الاعمال التطوعية كم واحد قابل شخصية من الشخصيات الخمسة اللي فاتت؟ يعني في الاعمال التطوعية قابلنا كم شخصية من نوع؟ اكيد قابلنا ناس كتير، واحد متملك قوي برأيه مش عايز حد رأي تاني غيره، واحد بيقول دايما على كل حاجة اه صح ده مظبوط خصوصا لما يكون التيم ليدر، واحد بيقول لا انا مفيش زي اي تاسك تقولي هشتغله، وواحد تاني بيقول لك التاسكس ديت انا هقدر اشتغلها، ونيجي نديله التاسك وعلشان ينفذ لا نلاقي ان في تراب دايما معاه. قابلنا الاشخاص يعني الناس اللي نزلت اعمال طوعية قابلنا الناس زي كده وازاي اتعاملنا معاهم؟ طيب ممكن طيب حد يتفاعل ويقول طب ايش يا شباب هنشوف فيديو تاني لناس برضو او في اجزاء من مشاكل، هنشوف الفيديو ده ونعرف. طيب احنا شفنا اسباب فشل الفريق، ان احنا دلوقتي لو العدد كان كبير قوي اهم حاجه يكون في عمليه تنظيم قويه جدا للعدد ده، العدد ده لو مفهوش تنظيم يبقى احنا دلوقتي بنعمل مشكله. انا دلوقتي بدي تاسكات لناس معينه وببتدي احمل عليهم في اجزاء قويه جدا، ببتدي ادي مثلا لواحد ان هو يشتغل النهارده تمسك النهارده باك اند، وبعد كده انت عندك باك جراوند عن يو اي لا اشتغل يو اي، عندك باك جراوند عن برامج تانية تشتغل بيها، عندك فوتوشوب بتعرف تشتغل، يبقى انا كده بحمل كل الشغل على على فرد واحد في التيم وعندي ناس تانية اوريدي انا مش قادر استغلها. طيب ده هيؤدي لفشل التيم؟ اه، ان في عنصر قوي جدا واكتف عندك هيبتدي ينسحب من التيم، يقول لك انا بشيل كل حاجه، لا انا ممكن انسحب من التيم وممكن دلوقتي اشكل انا تيم تاني وانا اللي اختار اعضائه بناء على الاكسبيرينس اللي انا مريت بيها ان هي كانت باد اكسبيرينس، وابتدي اختار اعضاء يقدروا يساعدوني. طيب انت هتكون فقدت عندك في التيم عضو قوي زي ده؟ اه هتكون فقدته. طيب هتعوضه؟ طب ممكن انت لو هو انت هتعرف تعوضه من التيم او من الناس اللي اوريدي موجوده معاك في التيم كنت هتديهم التاسكس من البدايه. فاذا عدد التيم لو كبر جدا لازم يكون في قواعد ويكون في تاسكات محددة بديها للناس علشان الناس تكون متفاعلة معايا بقوة. طيب جاك ما كان ده مؤسس علي بابا،
كان بيتكلم في احد المؤتمرات عن ان في نوعين من الفرق اللي هو بيتعامل معاه. النوع الاول ناس اذكياء جدا، والناس اللي هي العاديه او الناس اللي تفكيرها مش عالي قوي. طيب تفتكروا مين النوع اللي ممكن تكون صعب ان هو ينجز المهام معاك؟ طيب عايزين بس نعرف من حضراتكم ايه النوع اللي نقدر نقول ان هو هينجز المهام بشكل افضل؟ هل الاذكياء جدا سمارت بيبول قوي، ولا الناس العادية؟ مين ممكن يشتغلوا مع بعض بشكل سهل وينجزوا المهام، ومين ما يقدروش يشتغلوا مع بعض؟ حد عنده أي إجابة؟ متهيألي للناس العادية، يا باشمهندس؟ متهيألي للناس العادية. كويس. حد عنده رأي تاني؟ هو نفس الكلام، هو غالبا الناس العادية يعني يقدروا إن هم يتفاهموا مع بعض، إنما الأذكياء قوي بيبقى بينهم إن هو فاكر نفسه أذكى واحد، فبالتالي مش هيتوافقوا برضه على رأيي. عظيم. المشكلة في الأذكياء إن هما بيعيشوا في مرحلة الستورمينج فترة كبيرة جدا، دايما لا أنا فكرتي أفضل، لا أنا فكرتي هي اللي هتمشي، أنا فكرتي هي اللي أفضل، أنت فكرتك أقل من فكرتي، أنا مستند على آخر بحث، لا أنا البحث ده بقى قديم، ده في بحث تاني طلع، لا أنا فكرتي لازم هي اللي تمشي. ونبتدي من هنا مرحلة الستورمينج تبتدي تحصل خلافات. حصل الخلافات ممكن التيم من هنا ينهار، مش لازم يكمل للمرحلة اللي بعدها، لا احنا ممكن نيجي عند الستورمينج والتيم ينتهي بمنتهى السهولة. طيب الناس كلها اوريدي عندها نولج قوية جدا وعندها سكيلز عالية جدا، ويقدروا ان هو قال اي واحد فيهم ينفذ التاسكس اللي احنا بنطلبها منه، بس كل واحد عايز ينفذ التاسك بطريقة مختلفة عن زميله. كل واحد شايف ان هو صح، هو اللي فاهم الجزئية دي اكتر من اي حد، ولكن التاني شايف ان انا برضو فاهم الجزئية دي كويس وممكن انفذها افضل منك، ممكن ان انا دلوقتي عندي اكسبيرينس اكتر، عندي تكنيكاليتي اعلى منك، فبالتالي انا اقدر انفذ الجزئية دي. من هنا يبتدي يحصل عملية اللي هو ان التيم يفشل. طيب التيم ليدر بقى الشاطر هو اللي يقدر يخلي الناس دي كلها تشتغل مع بعض. الناس دي لو اشتغلت مع بعض هيدوك احسن النتائج، وهيطلعوا لك الجول النهائي اللي انت عايزه بافضل صوره انت شايفها. عشان كده دايما بنقول ان التيم ليدر حد مش لازم يكون هو اللي مؤسس الفكره، انا ممكن اكون اسست الفكره وانا صاحب البروجكت، ولكن انا ما عنديش الليدنج، انا ما بعرفش اعمل ليدنج للناس او للتيم اللي معايا. لازم اشوف حد يكون عنده مينتاليتي الليدنج دي تكون عنده عاليه قوي، ويقدر يتظبط او يوائم بين الناس ان هم يشتغلوا مع بعض، يبتدي يكون عنده افكار كويسه ان هو يشجع الناس دي ان هي تشتغل مع بعض، ان هو يبتدي يخلي الناس دي كلها كل واحد ياخد التاسك المناسب ليه، ويعني يحط الشخص المناسب في المكان المناسب، مش يدي لكل واحد تاسك مختلف عنه. طيب هنشوف جاك ما هيقول ايه. I was the first. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about. But the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always tried to find the people smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to make sure the smart people can work it together. And then if smart people can work together, it's easier. The vision will be. Because if stupid people can work it together, you see, smart people can never work it together. When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, شفنا في الجزئية الأولى إن هو كان أهم حاجة عنده كجاك ما إن هو يخلي الناس اللي هي بتشتغل معاه هم أذكى منه إن هو يشتغل مع بعض. هو جاك ما بيجمع ناس، هو ما يكونش فاهم كويس جدا في التكنولوجي، ما يكونش فاهم كويس جدا في الفيلد اللي هو بينفست فيه وبيدفع فيه فلوس، على قد ما هو بيجيب ناس اوريدي فاهمة، ولكن هو عنده جزئية قوية جدا الليدرشيب، ان هو بيقدر يخلي الناس دي تشتغل مع بعض عن طريق ان هو عنده سكيلز ليدرشيب كوميونيكيشن كويس جدا، بيبتدي يتواصل معاهم، يحاول يقلل عمليات التصارع بينهم،
ويوصل بيهم لمرحلة التنفيذ. طيب هو في الجزئية التانية وفي النصيحة التانية قال لك أنت لازم وأنت عند وأنت عند سن معين إن أنت هتفولو جود باص اللي هو الليدر بتاعك اللي هو حد عنده ليدر شيب أنت ممكن تتعلمها منه. Nobody can stop trade. I think globalization did a fantastic job in the past 30 years. It enriched a lot of countries. But, of course, it caused a lot of problems, right? Young people do not have opportunities. Small businesses have not opportunities. Developing countries were neglected. But it's only 30 years. It's a baby. Today, we have a better technology. We have a better knowledge about the globalization. And it's our generation's responsibility or opportunity to improve it. Tell me, how can you stop globalization? It's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later, we'll be in trouble because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years, it's knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. I never thought I could be a CEO. I never thought I'd later I'd become a good CEO. One of the things I learned from teachers, as a teacher, very important the character of a teacher is the teacher always expects his students better. If you don't have this kind of thinking, it's a lousy, it's a terrible teacher. طيب شفنا ان هو بيركز في الفيديو على اول حاجه ان هو يخلي الناس تشتغل مع بعضها smart people can work together. بعد كده ان انت في لما يبقى عندك 30 سنه ان انت تتبع بوست كويس good leader تتعلم منه كويس جدا. وبعد كده دخل على العولمه والليرنينج. دايما في تعليم مستمر. انا التعليم عندي لازم يكون حاجه مستمره، لازم دايما يكون في مهارات جديده بتعلمها كل يوم، في حاجه جديده. لو مفيش حاجة جديدة أنا بتعلمها على الأقل في الجزئية التكنيكاليتي أو التكنيكال اللي أنا شاطر جدا فيه، لا أكيد هيكون في تدهور، خصوصا النهاردة كل يوم بيكون في حاجة جديدة بتظهر. طيب إحنا الجزئية بتاع التيم بيلدينج حاول نختصرها على قد ما نقدر. هل في حد عنده أي سؤال؟ هل في حد عنده سؤال يا شباب في الجزئية دي؟ ابدا. طيب احنا دلوقتي شكلنا التيم بتاعنا وقدرنا نبتدي نحط افكار.
طيب المرحلة اللي بعد كده، إن إحنا بعد ما عملنا كده إحنا هنبتدي نولد الأفكار. أنا دلوقتي شكلت تيم كويس، قدرت أشكل تيم كويس، الناس متناسقة، الناس عارفة بعضها، الناس بدأت تدخل في نيجوشيشن، الناس بدأت تقول، كل واحد يقول رأيه، كل واحد يقول أنا مثلا مهتم بكذا، أنا مهتم بالتاسك ديت. إزاي بقى وإحنا جوه التيم، حتى لو الهدف الأساسي عندنا معروف وثابت، إزاي إن إحنا ناخد الهدف ده ونشوف افضل الطرق ان احنا ننفذه بيها. احنا قلنا ان احنا عندنا مرحله الستورمنج، المرحله ديت كل واحد بيبتدي يعبر فيها عن رايه. احنا اتعرفنا على بعض، عرفنا كل واحد عرف الباك جراوند بتاع التاني، كل واحد عرف نقاط القوه والضعف، وابتدينا نعرف عن بعض، هنبتدي ندخل في عمليه التنفيذ. احنا دلوقتي تحدد الهدف النهائي ان احنا كلنا هنبتدي نشتغل على الفكره دي عشان مشروع تخرج قوي، عشان خاطر ان احنا ننفذ الفكره ديت، علشان خاطر ان احنا ناخد فند. ايه الويز او ايه الطرق اللي ممكن نعملها او نتبعها او نستخدمها علشان خاطر نوصل في النهاية لافضل طريقة ان احنا نهدف ان نسلم بيها الهدف بتاعنا، او ان احنا ننهي بيها البروجكت بتاعنا. طيب عملية توليد الافكار، حد عدى على المصطلح بتاعت الايديشن قبل كده؟ يعني هل في حد دخل اي كامب ايديشن؟ طيب احنا كل يوم اوريدي بنولد افكار بلا استثناء، كل يوم عمالين ان احنا نفكر ونطلع افكار، نفكر ونطلع افكار، كل يوم احنا عمالين ننفذ فكرة في افكار جديدة، كل يوم بنستخدم اساليب عشان نعمل فكرة جديدة، احنا دايما عمالين نولد افكار. بس هل الطريقة اللي احنا بنولد بيها الافكار طريقة صحيح ولا لا؟ انا ممكن الفكره بتيجي في دماغي خلاص، دي فكره كويسه، دونتها، هل دورت على الطرق الافضل ان انا انفذ بيها الفكره؟ طب اذا الفكره تفشل، مجرد فكره مكتوبه مش ما بتكونش فكره دايما نكتة، لا لازم الفكره ان انت تكتبها، تشوف طرق ان انت تنفذها بيها. الفكره دي ممكن تكون فكره عامه وكبيره، ولكن في افكار ممكن تكون تطلع من الفكره دي افكار متناسقه، تكون ان انت شايف فيها الحلول. انت مش لازم تقول في النهايه انا هصنع مثلا برودكت نهائي، هصنع عربيه. طب العربيه دي حاجه كبيره جدا، فاذا لا، في اجزاء جوه العربيه، تقسيمات. انا والله هبتدي اشتغل لحد السوفت وير بتاع العربيات الجديده النهارده، انا هشتغل على السوفت وير معين، السوفت وير ده هبتدي اسوقه بطريقه معينه وتختلف عن منافسين. إذا الفكرة نفسها إحنا بنولدها، لهم طرق، عملية فاليديشن ليها طرق علمية محددة في عملية توليد الأفكار. طيب هنشوف أجزاء خاصة بالايديشن إن شاء الله، وهنشوف مع بعض إزاي ننفذ. طيب أنت دلوقتي بتعمل عملية توليد الأفكار، طيب انت عايز دلوقتي تولد فكرة عن حاجة، عن مشروع التخرج بتاعك. انت الفكرة حاضرة في دماغك ان انا عايز اعمل سوفت وير خاص بالعربيات الكهربائية. طيب هبتدي لو جبت الطرق او استخدمت حاجة زي المايند مابينج، هبتدي اسأل اسئلة انا استفيد بيها، هبتدي اسأل اسئلة مظبوطة الفايف دبليوز، هبتدي تقول انا دلوقتي عايز اعمل ايه، اعمله لمين، هعمله ازاي، هعمله امتى، وهيكون متسوق مثلا فين، او ايه الفئه المستهدفه. اذا انا بدات اسال اسئله بتساعدني انا ان انا اوصل لهدفي بطرق اسرع وبطرق افضل جدا بكتير من ان انا ابتدي افكر بشكل عشوائي. انا دلوقتي بسال نفسي اسئله هتساعدني، هتقلل عليا الوقت والمجهود والتكلفه، هبتدي عن طريق ان انا اوزع التاسكس حتى على الاقل. طيب هل في الأفضل في عملية الريديشن إن هو يكون شخص واحد اللي بيقول أو بيجمع الأفكار، ولا أكتر من شخص؟
طيب اكتر من شخص هنبتدي نطلع افكار كويسه، بس هندخل بقى في مرحله الستورمنج، ان احنا كلنا كل واحد بيكون معتز هو بفكرته، بيقول والله الفكره ديت انا شايفها صح، بيكون شايف ان هو بيبتدي يدافع عنها وان ده رايه. لا، في المرحله ديت لازم نولد افكار متشعبه وكتير، هي دلوقتي افكار ولكن تكون لها الصله بالهدف بتاعنا او المشكله اللي احنا عايزين نعملها. من ضمن الافكار او تسلسل الافكار الكتير، انت هتلاقي ان في حلول تنفع وحلول ما تنفعش كتيم ليدر، على الاقل ان انت شايف دلوقتي انا شايف الحل ده كويس وابتدي نناقش تيم فيه. حتى الشخص اللي بيقول الفكره نفسه هيبتدي يتولد له او من جوه الفكره نفسه يشوف ان هو في حلول تنفع وفي حلول ما تنفعش. في اكتر من طريقه ان احنا ممكن نعمل بيها ايديشن، هنستخدم او المشهور منهم قوي البرين ستورمنج وبرنامج سكامبر، دول حاجات مشهوره جدا فيها. في اكتر من انواع تانية، ولكن احنا هنركز النهارده على البرين ستورمنج وسكامبر، وهنركز برضو على المايند مابينج. هنشوف المواضيع دي عن طريق السوفت وير، وهبعت لحضراتكم دلوقتي لينكس ممكن جوين عليها عشان نشتغل مع بعض. ثواني هبعت لحضراتكم دلوقتي الويب سايت. طيب بس حضراتكم ممكن نساين على الويب سايت ده. هعمل شير سكرين دلوقتي. طيب هنبدأ في البرين ستورمنج. عملية البرين ستورمنج دي بتكون عملية من أفضل
البرين ستورمنج من الحاجات اللي هي بتكون لذيذة جدا، بتكون بتعتمد على عدد كبير من الأفراد. العدد ده بنبتدي نستخدم فيه عملية توليد أفكار مختلفة. طيب مثلا في أحد الشركات في مصر كانت شغالة في مجال خدمة العملاء، الشركة دي كان عندها مشكلة في عملية خدمة رضا العملاء. بدأ المدير يجمع الموظفين ويقول لهم إن إحنا عندنا دلوقتي من السيرفي الأخير اللي إحنا عملناه ان خدمه العملاء او الكاستمر ساتسفاكشن عندنا ما عادتش عاليه زي زمان، او في عندنا كاستمر ساتسفاكشن بس ما هوش كويس. طيب جمعهم في غرفه واحده كلهم موجودين في نفس الاوضه، الاوضه دي بدا يشرح فيها يحدد لهم ان احنا دلوقتي عندنا المشكله ان هو الكاستمر ساتسفاكشن بتاعنا ما هوش قوي جدا زي زمان، وان احنا محتاجين ان احنا نعلي الكاستمر ساتسفاكشن بتاعنا. طيب بدا يقول لهم على الجول يحدد الهدف النهائي. في المرحلة دي هو ما حدد لهمش تاسكات، هو كل اللي حدد لهم قال لهم أنا محتاج من حضراتكم إن أنتم بتساعدونا في إن إحنا يكون عندنا كاستمر ساتسفاكشن. طيب في البرين ستورمنج هو جمع عدد كبير من الموظفين أو اللي لهم صلة، بدأ حد كل واحد يقول أفكار شايف إن هي لوجيك، إنه عايز حاجة بالمنطق، الأفكار دي بالمنطق أو العقل بيقول كده، لا أو أنا الليدر في اليوم ده طلب إن الأفكار تكون مرتبطة بالموضوع ويقول أفكاره بشكل يعني بشكل داينامكس، مش لازم يربطها بلوجيك بس يكون مرتبطة بالهدف. طيب بدأ يجمع الأفكار على ستيك نوتس، إن هو الاستراكتور نفسه بدأ يجمع أو التيم ليدر يجمع الأفكار على ستيك نوتس وبدأ يكتب كل الأفكار. لما ظهر 5 أو 6 أفكار بدأت أفكار تتشعب، وصلنا لحوالي 25 أو 30 فكرة في اليوم ده. طيب من هنا عملية تشعب الأفكار احتاجت إن في أكتر من واحد يكون موجود، احتاجنا إن الناس دي كلها يكون عندها هدف محدد، الناس دي كلها كل واحد بدأ يشجع إن هو يقول فكرة، ومن فكرة زميله يبتدي يقول فكرة تانية منبثقة وتكون مبنية على اكسبيرينس هو عدى بيها في مكان تاني أو في مرحلة تانية، أو إن هو شاف في عملية السيرفي اللي هو بيناقشها مع العميل إن الأفكار ديت هتنفع، او في فكره عندي كانت جات عندي بس انا ما كنتش كتبتها، ما كانتش ريتد فبالتالي نسيتها، بس لما زميلي قالها لا انا افتكرت الفكره دي وبدات اقولها وبدانا نناقش بعض. اشار مع حضراتكم الويب سايت. طيب ده واحد من الويب سايتس اللطيفة جدا. احنا دلوقتي شغالين كتيم، بنبتدي نستخدم ويب سايت زي دي، هي بتبتدي تساعدنا بشكل اكبر في اننا نحدد افكارنا بشكل الطف او افضل. طيب في اكتر من تمبلت، ثواني دي برودكت رود ماب. في اكتر من حاجه بنقدر نشتغل عليها، في المايند ماب وفي الكاستمر تاتش بوينت فلو شارت، واحنا هنركز النهارده على حاجات زي المايند مابينج وهنركز على الفلو شارت. طيب هنكمل مع حضراتكم، ده شكل الموقع. استاذنكم كام واحد سجل على الموقع؟ هو انا سجلت بس هو مش باشا عاوز يفتح. لا هو اوريدي فتح، يعني انا مسجل لسه دلوقتي بالاكونت الجديد عليه دلوقتي. اللينك انا فتح بتاعك بس عامل مشكلة او اللينك فيه مشكلة مش عاوز يفتح. اللينك اللي انا بعته، اللينك اللي حضرتك بعته هو مش اللينك اللي حضرتك بيفتح. بعته مش شغال معانا. طيب استاذ عارف جربوا اللينك ده. اللينك من فوق مش شغال علشان الاكسس. هو انت حضرتك هتفتحه هيطلب منك تسجيل جديد عادي جدا. ما عندي اكونت عليه. تمام.
يعني مش بيحتاج حتى مدفوعات، هو فور فري. حد سجل ولا لسه؟ هو برضه مش شغال معايا، وهو انا فاتح من الموبايل، هو ما بيشتغلش من على الموبايل ولا ملوش علاقة؟ لا هو ديسكتوب، يعني هو الأفضل للديسكتوب. تمام. هو اللينك مش بيدخلنا على التيم اللي حضرتك عامله، يعني بيفتح الصفحة الرئيسية بتاعة البرنامج نفسه أو الويب وهتلاقي عند سايت. حضرتك ساين اب فوق، هنعمل ساين اب، هنعمل ماشي ساين تمام، اب ما انا عندي ايميل عليه اصلا. كويس. لو هتعمل، لو عندك ايميل هتعمل لوجن وهيفتح لحضرتك الداشبورد. تمام، هو فتح الداشبورد بتاع ده يعني. هي دي المفترض ماشي. الواجهة الأساسية. واحنا لما بندخل بعد ما عملت الاكونت بيدخلنا على الصفحة اللي بعت حضرتك دي. ما هي الصفحة دي اللي احنا محتاجينها دلوقتي. هو يطلب منك في البداية اسم التيم، هنكتب أي اسم، بعد كده حجمه، هتكتب له واحد أو اتنين على حسب. هيطلب منك شوية أسئلة وبعد كده ممكن تعمله سكيب كمان. هتلاقي عندك بعد المرحلة الأولى ما بتعدي هتطلع هتعمله سكيب. طيب هنرجع للمايند مابينج. المايند مابينج دي فكرتها إن العقل عبارة عن نهائيات أو بساط عصبية. العقل يفهم، أنت بتفهم الطريقة اللي عقلك بيفكر بيها عشان تبتدي ترسمها له. انا دلوقتي عندي فكره معينه، هي الفكره ديت اللي بتستحوذ على تفكيره كله. طيب عايز اطلع من الفكره دي افكار مبثقه. انا مثلا عايز اعمل وليكن حفله عيد ميلاد، ابسط حاجه عيد ميلاد، يبقى دي الفكره الاساسيه. هيطلع من الفكره دي كذا فكره تانية فرعيه. الافكار الفرعيه ديت لازم تكون مرتبطة بالفكرة الأساسية، فالعقل هيفهم من هنا إن أنت عندك فكرة أساسية عايز تطلع منها فكرة فرعية. طيب هل هنعمل خطوط مستقيمة؟ ولا هل هنعمل مسارات ثابتة؟ لا، العقل يحب إن المسارات تكون مسارات متعرجة، إن أنت عندك مسار هنا، مسار هنا، مسار هنا. المسارات دي كلها بتكون زي النهايات العصبية علشان العقل يبتدي يتفاعل معاها. لو هندي مثال على ماي مابينج، طيب كم واحد اشتغل ماي مابينج قبل كده؟ يا شباب كم واحد يا باشمهندسين اشتغل ماي مابينج؟ قبل كده هندسة مبنى. هو الأفضل ليه إن أنت تستخدم فيها الورقة والقلم؟
الافضل فيها بيكون ان احنا نستخدم فيها الورقه والقلم، وعشان العقل نفسه يكون فيه عمليه انجيجمنت مننا. طيب انا مثلا لو عايز اعمل سوفت وير جديد لمصنع، مين ممكن يقول لي فكره فرعيه؟ دي الفكره الاساسيه. باشمهندس مصطفى احمد مثلا، في اي افكار عندك؟ حاليا لا، بصراحة فاجأتني بالسؤال. يعني هو مش، احنا قلنا ان احنا مش عايزين حاجه تكون لوجيك قوي، احنا عايزين على الاقل فكره تكون اول حاجه نورت في دماغك اول ما في اسم مثلا سوفت وير جديد لمصنع كان في دماغك. هو يعني مثلا يعني لو هو مصنع فاحنا محتاجين ابلكيشن المفروض ان هو يهندل الشغل، لو احنا مثلا شغالين على اداة مثلا لو خط انتاج او كده، فهو احنا محتاجين نعرف كم مكنة مثلا شغالة دلوقتي وشغالة لفترة قد ايه مثلا. طب عظيم، ما دي فكرة ممكن يكون منها أفكار فرعية. ممكن مثلا اللي هو مين المسؤول عن المكنة دي كصيانة، مين المسؤول عليها عنها كتشغيل وهكذا، يعني مين اللي بيصينها ومين اللي شغال عليها مثلا. طيب في حد عنده فكرة تانية؟ باشمهندس نادر يعقوب. ان انا ممكن اربط الماشينز بمونيتور او وايرلس مثلا بسوفت وير معين، وان انا ابقى متابع الحاجات وانا في اي مكان، مثلا لو انا صاحب المصنع او ان انا مهندس مثلا مش دايما في المصنع، فانا ومحتاج ان انا اقرا الداتا دايما عشان اتابع البرفورمانس. طيب ممكن منها فكرة فرعية؟ فكرة فرعية؟ طيب بمعنى ايه؟ مش أنت دلوقتي ربط الأداة سوفت وير للمتابعة، ممكن تعمل منها فكرة فرعية؟ يعني أنا عايز أربط الأداة بسوفت وير، هحتاج مثلا كاميرا سيستم عن طريق كاميرات، اه تمام فهمتك. زائد ممكن سنسورز، هظبط هوزع سنسورز مثلا لسرعة وفايبريشن مثلا، وحاجة تقيس تقرا الأويل نفسه، وكاميرا كمان، كل دول أربطهم مع بعض ويتوصلوا بتشباية، وتشباية هي اللي تنقل الداتا بقى، أو تمام. توصلها بنتورك مثلا في المكان نفسه أو سيرفر، وأنا بدخل على السيرفر بأكسس معين. طيب باشمهندس عبد الله احنا ممكن تضيف معانا حاجة؟ باشمهندس عبد الله. طيب باشمهندس علي عبد الناصر. طب باشمهندس أحمد زكري. أيوة. حابين بس نولد أفكار مع بعض عشان نكمل ماب، دي طريقة بنستخدمها يعني كل الشركات تقريبا بتستخدمها. الناس اللي هي بتحاول تستخدم إن هي تولد أفكار جديدة بتستخدم الطريقة دي. باشمهندس نجوى محمد. وحضرتك طيب ممكن حضرتك تضيف فكرة جديدة؟ مثلا يكون في تدريب على الآلات دي، تدريب على السوفت وير للآلات. طيب واحنا عايزين نعمل اوريدي السوفت وير، شايفة ان احنا محتاجين ايه للسوفت وير؟ نعرف مثلا ايه التكنولوجيا اللي فيه. مثلا مهندسين، انا دلوقتي محتاجة مهندسين، وفي المهندسين انا هستخدم تخصصات معينة. يكونوا لهم علاقة بالتحكم اكتر.
طيب حد حابب يضيف طيب حاجة؟ وأعتقد بالنسبة للآلات إن يعني معظم المصانع دلوقتي بيبقوا متجهين لفكرة الأوتوميشن، تمام. يعني دي حاجة محتاجة تتضاف، أو إحنا محتاجين مهندسين برضو متخصصين في الأتمتة الايه؟ الأوتوميشن هي اسمها اوتوميشن. هو انا بليز عندي سؤال، اتفضل. هو اللي احنا بنعمله ده دلوقتي عبارة عن feature extraction ولا ايه بالظبط؟ طيب احنا قلنا لحضرتك في البداية احنا في حاجة اسمها الايديشن، الايديشن عملية توليد الافكار. جوه الايديشن في تولز، قلنا في البرين ستورمينج وفي المايند مابينج. المايند مابينج احنا بنحاول نستخدمها دلوقتي السوفت وير، هي المفترض والافضل يعني ان احنا بنشتغل فيها بايدينا. اوكي. فاحنا دلوقتي عملية المايند مابينج دي من ضمن العمليات اللي بنستخدمها في توليد الافكار. انا عندي فكر، انا دلوقتي جاء انطلب مني ان انا عايز اعمل سوفت وير جديد للمصنع، دي الفكرة الرئيسية اللي انطلبت مني. طيب باخد من صاحب الفكرة الانبوتس بتاعته، بعرف هو دلوقتي عايز يركز على ايه، هو شايف ان هو دلوقتي عايز السوفت وير ده هيكون تكلفته ايه، باخد منه الانبوت بتاعتي اللي الستيك هولدر بيقول لي على كل حاجة تخص السوفت وير. طيب ببتدي انا من نفسي بقول انا محتاج طيب ايه في السوفت وير ده، انا محتاج طيب مهندسين. طب اي نوع من المهندسين؟ لا مهندسين تحكم، في ناس بتفهم في الاوتوميشن، في احد المهندسين قال لي لا احنا عايزين نعمل ربط الالات ديت بالسوفت وير المتابعه. طيب ازاي؟ عن طريق كاميرات زي حساسات للسرعه. طيب في احد المهندسين قال احنا عايزين نعمل ابلكيشن لخط الانتاج. طيب هيعمل ايه؟ هي تبع تشغيل الماكينات. دي عمليه توليد افكار. احنا دلوقتي ازاي انا هولد فكره جديده؟ انا عندي فكره جديده، ازاي هولدها مع تيم؟ مش بولدها كمان منفصل، مش بكون لوحدي، يعني لازم يكون معايا تيمز. عمليه المايند مابينج توليد افكار بالطرق ان هي بتستخدم فيها خطوط غير مستقيمه ومتشعبه، وكمان بيفضل ان احنا بنيجي عند كل حاجه وبنرسم عليها. يعني ربط الالات ديت نحاول نعمل رسمه ماشين مثلا هنا، يفضل عشان خاطر ان انت تربط عقلك بالجزئية دي. يعني مثلا ممكن رسمة ماشين مثلا هنا، عندي ابليكيشن يبقى رسمة موبايل، عندي تشغيل الآلة يبقى عملية الترس مثلا بتاع التشغيل، عندي الكاميرا يبقى في رسمة كاميرا هنا. الحاجات ديت بتديك القدرة ان العقل يبتدي يتعرف على الصور اكتر، يعني العقل اللي عندنا بيتعرف على الصور اسرع من الكلام. انا دلوقتي ربطت سوفت وير جديد للمصنع، يبقى انا عايز عندي سوفت وير رسم موبايل مثلا ورسمه لمصنع، حاجه بعرف بيها العالم عندي ان دي صوره مصنع او صوره موبايل ان انا عايز اعمل بيها ابلكيشن. بدخل هنا على مهندسين افراد، يبقى انا بحط له رسمه افراد، من الافراد ببتدي اتنقل ان انا عايز من مهندسين، بختار مهندسين تحكم، بختار ناس بتعرف كويس جدا في الاوتوميشن، بختار من جزء الالات ان انا عايز اعمل كاميرات وحساسات، وعايز اعمل من جزء الابليكيشن تشغيل للماكينات عن طريق الابليكيشن. الجزئيه دي مفهومه مش مهندسه؟ اه تمام، thank you so much، ميرسي. طيب في الباشمهندس انا ندى بعتت ابلكيشن بصمات الموظفين حضور وانصراف، يعني ممكن نحط الفكرة دي بس هي بتكون بعيدة شوية، يعني اوريدي دي هتكون حاجة خاصة بالـ HR أكتر، هو عنده اوريدي ناس ليها حضور وانصراف فمش هتفيدني هنا. طيب عموما الماي مابينج من ضمن التولز القوية جدا اللي بتستخدم، مستخدمة جدا في البيزنس لما يكون في اختلافات وإن إحنا عايزين نعمل حاجة جديدة. هي من ضمن التولز اللي بتساعدك ان انت تولد افكار عندك بشكل منطقي. انت وصلت للفكره ديت ان احنا عايزين نعمل سوفت وير جديد، يبقى انا جبت المهندسين ابتديت اخد منهم مهندسين تحكم، يبقى انا هعمل لهم عمليه فلتريشن ان انا هبتدي اطلب مهندسين للتحكم وابتدي اعمل لهم عمليه اختيار مهندسين تحكم كويسين، او ممكن يكون فيندور خارجي. طيب لو فيندور خارجي هعتمد على ناس خارجية هيكون فيها شروط معينة،
طيب هاخد منه الشروط، بحدد الشروط اللي انا عايزها في الفيندور الخارجي، ولو هختار هختار بناء على ايه؟ يبقى انا حددت معايير المهندس اللي عندي والشروط اللي انا عايزها في الفيندور لو هو خارجي. يبقى انا عندي دلوقتي فيندور خارجي هو اللي هينفذ، او مكتب استشاري او مكتب هندسي هو اللي هينفذ، بيكون في شروط معينة. بحدد مثلا ان انا محتاج يكون عندهم خبرة، او خبرة في تنفيذ اكتر من 10 مشاريع مثلا. يبقى دلوقتي بقول له انت لازم اهم حاجة عندك تكون نفذت اكتر من 10 مشاريع. طيب انا عندي كاميرات، طب انا هجيب اي انواع من الكاميرات، وهجيب اي انواع من الحساسات هنا، حساسات السرعة. هل هجيب حاجة بناء على الكوست او البادجت اللي عندي، حاجة تكون غالية جدا او حاجة متوسطة او حاجة عادية. طب عملية تشغيل الماكينات، أنا عايز أبلكيشن علشان أشغل الماكينات، هحتاج برضه هنا في عملية الأبلكيشن هحتاج يو أي كويس، هحتاج يو إكس كويس علشان المستخدم نفسه ما هوش تكنيكال، فأبتدي أشوف أنا مين كويس ممكن يكون عندي يشتغل يو أي ويو إكس. عندي حد هيشتغل فرونت إند، عندي كذا حاجة أنا بحطها. طيب الأجزاء ديت، هل لو أنا قمت قايل انا عايز الحاجات دي كلها بالشكل مبهم كده، انا عايز اعمل سوفت وير جديد، لا احنا هنجيب مهندسين على طول، المهندسين ديت هنختار منهم معايير محدده. طب انت يعني قللت على نفسك ان انت ممكن تجيب فيندور خارجي، حد ممكن يقترح ان انا عايز فيندور خارجي هيكون تكلفه اقل، يقول لك هيكون في تكلفه اقل وجوده اعلى. ممكن واحد تاني يكون رايه ان المهندسين لو هم داخليين وان احنا هنبتدي نعينهم ونختار، لان احنا بنعلي الجزء بتاع الكفاءه، بقى عندي طاقم كفء جدا ان هو ينفذ لي المشروع ده في اي وقت، بدل ما انا كل شويه عمال اطلب من فيندور وبدفع له فلوس. ده هيكون رأي، يبقى انت حرمت نفسك من رأي تاني خالص اللي هو خاص بالفيندور الخارجي، او رأي هنا تاني اللي هو الخاص بان انا اعين مهندسين. طيب انا ممكن اقول احنا اوريدي كنا هنختار الابلكيشن، بس ما في حد جه في دماغه فكره ان انا يكون في عندي عمليه متابعه للاداء عن طريق الكاميرا والحساسات، والكاميرات تكون مزوده بتقنيه الذكاء الصناعي، ان هي بتتعرف هل العامل ده شغال او المهندس شغال، هل هو متوقف في الفتره ديت، هل دي فتره راحه، هل دي فتره راحه له، ولا هل دي فتره شغل. فيبقى الكاميرات ديت هل هي بتستخدم الذكاء الصناعي ولا لا، محتاج كاميرات مستخدمة للذكاء الصناعي ولا لا. دي طريقة المايند مابينج، دي مستخدمة جدا في عملية توليد الأفكار. حد عنده أي سؤال في جزئية المايند مابينج؟ حد حابب يسأل على حاجة في المايند مابينج؟ هي دي شروط الماي مابينج، بيقول لك ان هي دلوقتي ان انت تحاول تخلي اللاينز بتاعت الكيرفت ما تخليهاش لاين تكون اللاين يكون ستريت، لا بتكون كيرفت. طيب في الكي ووردز والبرين ستورمنج دي بيكون في فوق هنا بنحط فكرة أساسية احنا عايزين نشتغل عليها، ومنها بينزل أفكار فرعية. في فيديو هحاول اوريها لحضراتكم، دي الفكرة الأساسية احنا عايزينها هيت، وكل واحد بيقول بقى الفكرة الفرعية. فكرة دي فكرة هيت، بعدها فكرة، بعدها فكرة، بعدها فكرة، وممكن يكونوا متسلسلين ومرتبطين ببعضهم. بيفضل إن العقل يستخدم فيه زي ما قلنا الكالرز والإيمجز في ألوان مختلفة، صور وألوان مختلفة عشان العقل يفهمها. لو أنا استخدمت زي ما أنا بستخدم هنا ألوان متداخلة انا مش عارف اقرا، فالعقل بالنسبه له هو مشتت، لا لازم تكون الالوان بالنسبه له واضحه زي كده. هنشوف مع حضراتكم حاجه تانية.
طيب دي الشورت التانية اهيت برضه على نفس الويب سايت، وفي ويب سايت تانية غيره على حابب جوجل مثلا بيوفر حاجات زي كده فور فري. طيب انا عندي فكرة رئيسية، طيب هطلع منها افكار فرعية ولكن بشكل عمودي اكتر. طيب انا دلوقتي عندي مهندسين، عندي تراك بتاع ان انا استخدم مهندسين ومحتاج بتاع مهندسين تحكم، وعندي تراك تاني ان انا اتعامل مع مكتب هندسي ولكن من شروطه ان هو يكون عنده 10 سنوات خبرة مثلا. دي طريقة تانية في عملية التنفيذ ممكن نستخدمها عن طريق السوفت وير هنا، ولكن هي المفضل ليها ان هي تكون مستخدمة يدوي. طيب في برنامج سكامبر ده عبارة عن مجموعة من الأدوات أنت ممكن تستخدمها مع بعضها في توليد أفكار. برنامج سكامبر بيقول إيه؟ أنا ممكن أعمل عملية تبديل حاجة مع حاجة في نفس المنتج فيديني منتج جديد. مثلا القلم الجاف، احنا دلوقتي القلم الجاف دلوقتي ممكن ان انت تبدل اللباسه بتاعت القلم الجاف ويكون فيها الدوت الاخيره ديت في ان هو بيبقى قلم تاتش. بعض الاقلام شفتها ان هو حط بيرفيوم في نهايه القلم، بعض الاقلام حط ان هو استيكه يبتدي يستخدمه في ان هو يمسح اللي هو بيكتبه، خصوصا لو اللي بيكتبه رصاص. فهو في عمليه بس تبديل ان هو بدل هو نفس القلم الجاف ولكن عمل ليه عمليه تبديل ادته حاجه تانية. ممكن يضيف، ممكن ان انا دلوقتي اجي على القلم الجاف ان انا اضيف له قطعه. قطعه دلوقتي بقت بتستخدم ان هو يستخدم في الموبايل، ان انا قطع احمل عليها الموبايل، بيتحط الموبايل على اللباسه بتاعه القلم نفسها وتبقى قطعه جديده. يبقى يعني انا ضفت له قطعه او طريقه معينه في عمليه تصميم القلم اداني حاجه جديده ويكون نفس المنتج، ولكن انا محافظ على نفس المنتج وضفت له قطعه جديده خلت ان هو له استخدام تاني. ممكن ان انت مثلا تكبر حاجه معينه في القلم، تمام. اللباسه دي انا شفتها، اللباسه دي كانت كبيره شويه كان ليها جوانب، هو عمل لها جوانب وبدأ يستخدمها في عمليه عرض الموبايل. ممكن ان انت تشيل حاجه معينه من القلم، ممكن ان انت تشيل اللباسه نفسها وتخلي القلم مثلا بسوسته. ممكن ان انت دلوقتي زي العربيات مثلا، انت ممكن العربيات يا اما سقف مقفول يا اما ان انت بتيجي تشيل السقف ده يديك حاجة العربية مفتوحة. ممكن تعمل إعادة ترتيب لمنتج يديك منتج تاني خالص، اللابتوب مثلا أو الكمبيوتر، إن إحنا عملنا ميرج بين السماعات والماوس والكيبورد والشاشة والماذر بورد كلهم بقوا في جهاز واحد، إحنا عملنا ري أرينج ده كله إدانا في نهاية اللابتوب. ممكن إن إنت عم تعمل عملية تغيير خالص، إن إنت فكرت إن إنت تطلع من عملية من جزئية اللابتوب للموبايل، ان انت تستخدم الموبايل في اعمالك، يبقى انت كده غيرت المنتج نفسه. حد اتعامل قبل كده ببرنامج او بطريقة سكامبر؟ هل في حد من حضراتكم مثلا هو بيشتغل في الكلية استخدم حاجة من سكامبر؟ باشمهندس محمد حازم مثلا، هل حضرتك استخدمت سكامبر قبل كده؟ ايه، لا الصراحة ما استخدمتوش قبل كده. هو انا كنت بشتغل بأجايل او كده، ما اعرفش ليها علاقة ولا لا بيها. هو احنا بنستخدم التولز دي كل يوم يا باشمهندس، بس مش بنكون مثلا مركزين قوي ان هي دي البوينتس اللي احنا بنستخدمها فيها. اوكي تمام. طيب باشمهندسة مريم، باشمهندسة مريم الديب مثلا، حضرتك استخدمتي حاجة زي كده؟
باشمهندس محمد أحمد. في فيديو بسيط هنشوفه على سكامبر ونكمل إن شاء الله. طيب دي عناصر اسكامبر. احنا شفنا ان في حاجات احنا ابتدينا الشركات تغيرها، مثلا عملية التوصيل نفسها. انت بدل ما كان زمان عندك عملية توصيل ممكن شخص هو اللي يطلع الدليفري، لا عملية توصيل دلوقتي الروبوتس. كان زمان مثلا في الافلام في الهوليوود ان اللي بيعمل عملية التصوير الكامل للموفي لازم يكون شخص بطيارة، مصور وطيارة وطيار. لا، ممكن دلوقتي ان احنا بقينا بنختصر الموضوع ده كله في درون، ان هي ممكن ان احنا غيرنا الفكرة كلها، بدل ما لازم اشخاص لا ممكن درون وعملية تحكم عن بعد، وبتديه نتائج افضل وتصوير افضل. دي الأجزاء المختلفة بسكامبر. شير سكرين محتوى. طيب في الهندسة كل حاجة مرتبطة باللوجيك. أنا لو قلت لحضرتك في الهندسة 1 زائد 1 لازم هيساوي 2، 1 بلس 1، 1 بلس 1 لازم هيساوي 1 بلس 1 لازم هيساوي 2. طيب في الماركتينج الموضوع ممكن يكون مختلف شوية، إن أنت بتعمل كل حاجة مظبوطة، عملت الماركتينج بلان بتاعتك مظبوطة، عملت كل الخطوات بتاعة التسويق بتاعتك، اخترت المنتج كويس، عملت كل حاجة مظبوطة. ممكن تكون نتائج تتوقع في الماركتينج، ممكن تكون نتائج زي الهندسة إن هي لوجيك، ولا ممكن حاجات تكون مختلفة. باشمهندس ندى أحمد.
باشمهندس محمد حازم. هذا طيب تتوقع ان يكون في النتائج بتاعتك لوجيك في الماركتينج؟ انت عملت كل حاجه مظبوطه، لازم النتيجه النهائيه تكون مظبوطه. طيب ممكن انت كنت تعمل كل حاجه مظبوطه بس في النهايه يكون النتيجه عندك مش مظبوطه، ممكن يكون في دروب معين، لان انت بتتعامل هنا مع النفس البشريه، النفس البشريه بطبيعتها بتكون متغيره، ممكن العميل يكون الكمبيوتر اثر عليه عن طريق مثلا كوست او تكلفه مختلفه، ادى تكاليف افضل منك، ادى منتج بشكل احسن منك، ادى حتى على الاقل عمليه عرض على الكلاينت بشكل افضل منك، انت عملت كل حاجه مظبوطه بس المنتج ما نفعش. طيب احنا بنعمل، احنا دلوقتي مرينا بمراحل، قلنا ان احنا بنينا التيم بتاعنا، بنينا بعد كده الافكار، جه دلوقتي طريقه صغيره لعرض الافكار فيها قبل كده البروتوتايب، ان انت تعمل بروتوتايب، ودلوقتي انت عايز تعمل تحليل للبيئه اللي حواليك، عايز تعمل عرض الافكار بتاعتك، عايز تدرس البيئه كويس علشان خاطر تشوف هل انت هتقدر تكمل فيها ولا لا. طيب في عمليه تحليل للصناعه، انا دلوقتي عملت الفكره بتاعتي، ولكن هل الفكره ديت مناسبه لي الصناعة نفسها ولا لا؟ بنستخدم فيها حاجة اسمها SWOT analysis. تحليل الـ SWOT هو عملية strengths, weakness, opportunities و threats، اللي هي عملية نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات. القوة والضعف دي حاجات داخلية، أنا بالنسبة لي حتى وأنا داخل الامتحان ببقى عارف إيه نقاط القوة والضعف عندي، عارف إن أنا دلوقتي داخل مذاكر حاجات معينة وسايب حاجات معينة، ده وأنا داخل الامتحان. طب في عملية فرص وعملية تهديدات، فرص إن الامتحان مثلا ممكن يكون جاي سهل، أو تهديد إن الامتحان يكون جاي حاجة صعبة شوية. طيب الامتحان نفسه مش في إيدي، ولكن القوة والضعف في إيدي أنا، أنا في إيدي إن أنا أعرف إيه نقاط القوة بتاعتي فأشتغل عليها، وإيه نقاط الضعف بتاعتي في أحاول أعدلها أو أصلح منها. طيب عمليات الفرص، الامتحان مثلا لو جه من الحاجات اللي أنا أوريدي عارفها فأنا هحله كويس. طيب الامتحان جه من الحاجات اللي أنا مش عارفها، هيكون بالنسبة لي ده ثريد، تهديد. طيب في عمليات القوة زي ما قلنا هي داخلية، بنشوف ازاي نعظم منها، والضعف ازاي هي داخلية برضو، ازاي نخليها أقل حاجة. في الفرص، الفرص ديت والتهديدات بتكون خارجية، حاجة أنا ماليش أي حكم عليها، ماليش أي تدخل فيها، ازاي إن أنا أعظم من الفرص بتاعتي وأتجنب المخاطر اللي بتقابلني. طيب احنا شفنا اخر حاجة لشركة زي ابل، عملية تصنيع العربية اللي هي الكهربائية بتاعتها. طيب ابل كان عندها مواطن قوة ومواطن ضعف خلتها ان هي تقول انا هبتدي اصنع العربية، هي المنتج توقف، اتوقف تماما، وهم دلوقتي في عملية ان هم عايزين يصنعوا روبوتس تاني، يعني يعملوا بدل العربيات روبوتس، فالمنتج بتاع العربيات نفسها اتوقف وما تصنعش. بس هي كان عندها السترينث من عوامل القوة مثلا بتاعتها ان هي بتقدر تطلع سوفت وير قوي جدا، ان هي عندها مهندسين اكفاء على اعلى درجه، ان هو تكون يطلعوا سوفت وير قوي، يطلعوا اقوى ديزاين، يطلعوا منتج بشكل جميل جدا. طيب مواطن الضعف، ان هي مثلا ما عندهاش مصانع في تصنيع العربيات، ما عندهاش خبره قويه في عمليه التصنيع. طيب عمليات الفرص، الفرص بتاعتها ان المنتج ده اصبح مطلوب النهارده، العالم كله بيتجه للعربيات الكهربائيه، فهي دلوقتي عندها فرصة ان هي تدخل سوق جديد وسوق اوريدي اكتف، وهي كمان عندها هيستوري قوي كابل، الناس عارفاها، الناس عارفة ان المنتج بتنتظر دايما منتجات ابل الجديدة، ابل دايما بتنزل بحاجة جديدة، هي نزلت بالموبايل التاتش، نزل بعد كده بالايربودز، نزل دايما في تطور، في دايما ديفلوبمنت، بتحاول تعمل انتجريشن حتى في السيستم بتاعها، ان المنتجات بتاعتها كلها مرتبطة ببعض، فهي من اول شركة قالت انا عايز اعمل انتجريشن، فدايما عندها باك جراوند وعندها هيستوري قوية جدا مع العملاء. طيب من عوامل التهديدات اللي هددتها، ان يعني في شركات اوريدي موجودة زي تسلا، تسلا موجودة في السوق، تسلا عندها ماركت شير قوي جدا، وان هي بتقدر تعمل او تقدم منتجات قوية. طيب انا عندي برضو من الحاجات اللي انا اقدر اعمل عملية اناليسز للصناعة او اناليسز قبل ما ادخل السوق اللي انا بدخل فيه، عوامل ونموذج اسمه بيست، وفي بعض المراجع او الكتب اسمه بيستل بالال اي. طيب البيست اناليسز، البيست اناليسز بيقول لحضرتك وانت داخل سوق جديد لازم
بالبرودكت بتاع حضرتك تاخد بالك من مجموعة عوامل جوه الدولة. العوامل دي لحد دلوقتي عوامل خارجية خارج المؤسسة أو التيم بتاعي. أنا دلوقتي عملت التيم، اتعرفت على مواطن القوة والضعف بتاعته في المرحلة الأولى، بدأت أطلع أفكار من التيم. دلوقتي الجاي خلصت كل الأجزاء الخاصة بيا جوه التيم، بدأت أبص على الأجزاء الخارج التيم. بدأت بسوات أناليسيس، بعد كده دخلنا على البيست أناليسيس. ده ترتيب الأفكار بتاعنا لحد دلوقتي. طيب، عوامل سياسية، عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، وعوامل تكنولوجية. لازم أخلي بالي جدا جدا من العوامل السياسية. أنا دلوقتي لو قانون الضرايب بيقول إيه؟ قانون الضرايب دلوقتي بيقول لك إن في مصر مثلا الضرايب على الدخل إلى حد ما هيش مرتفعة، فأنت هتقول ده قانون ضرايب كويس. بس لو رحنا مثلا دولة زي أمريكا، قانون الضرايب هناك على الدخل على الأفراد عالي جدا، فأنت دلوقتي هتقول لا، أنا لو هدفع ضرايب كتير هتقلل من الأرباح بتاعتي، فهتكون هنا الموضوع بالنسبة لي في البداية وأنا معيش فند كتير أو فند كفاية إن أنا أدخل، يبقى أنا هكون أوت السوداء، مش هقدر أكمل فيه. طيب، أنا دلوقتي شركة أجنبية وداخلة السوق مثلا، أو إن أنا جوه السوق، إيه الشركة بتاعتي أو الدولة اللي أنا فيها؟ هل بتصنع بتشجع على الصناعات الأجنبية؟ إن يكون في استثمار أجنبي، ولا بتشجع على الصناعة الوطنية؟ هل هي بتضيف ضرائب إغراق على المنتجات اللي جايلها من بره، إن هي بتخلي المنتجات دي تدخل البلد بصعوبة ويكون عليها ضرائب، ولا بتشجعني أنا أصلا تديني حوافز اقتصادية أكتر؟ فأنا هشوف موضوع الضرائب، بشوف موضوع الشركات والتشجيع على الشركات، وبشوف برضو من ضمنها القوانين. هل دلوقتي أنا دلوقتي الشركة أو الدولة بتشجع القوانين بتاعتها على المناخ، بتخلي مناخ قوي للاستثمار ولا لا؟ هل انا عندي دلوقتي تشريعات اخلي بالي منها في عملية الجمارك ولا لا؟ دي كلها حاجات ببتدي اقول ان المناخ الاستثماري او المناخ السياسي بيسمح لي. طيب مثلا احنا دلوقتي في مصر عملنا الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية كم حد استغلها؟ كم منتج، كم مصنع جديد قال انا عايز اخد الرخصة الذهبية واقدم عليها؟ كم شركة جديدة اخذت الرخصة الذهبية؟ فدي حاجة سياسية الدولة بتدي تقدمها للناس وتقول لهم أنا دلوقتي هديكم امتيازات في الأرض وفي الضرايب وفي عمليات الاستيراد والتصدير مقابل إن أنت تيجي تفتح عندي مصنع جديد. طيب، العوامل الاقتصادية، بشوف الناتج المحلي الإجمالي للدولة. الناتج المحلي الإجمالي ده قوي، الدولة ديت أوريدي عندها إنتاجات قوية وكتيرة متشعبة. هل الدولة دي بتكون عندها متوفر فيها العملة الصعبة، بحيث إن أنا لو حبيت إن أنا أستورد مستلزمات الإنتاج من بره الدولة دي اللي أنا بستثمر فيها ولا لأ؟ ولا هضطر إن أنا دلوقتي أعتمد على الشركة الأم في البلد الأم إن هي اللي تورد لي؟ لأ، أنا دلوقتي دخلت بلد جديدة عايز أستورد منها، عايز أخد قرض من البنوك، عايز أشوف الريت بتاعتي مع البنوك هتكون عالية ولا لأ؟ أنا دلوقتي أخدت قرض عشان أستورد ماكينات جديدة، هل القرض، هل البنك هيديني سعر فايدة عالي ولا سعر فايدة أقل؟ عايز أشوف معدلات التضخم، معدلات التضخم هل هي مستقرة بتشجع إن الناس تبيع وتشتري، ولا معدلات التضخم مختلفة؟ إحنا معدلات التضخم عندنا في مصر 34% أو النهاردة زي ما تم إعلانه النهاردة. طيب، فمعنى كده إن معدلات التضخم عندك عالية شوية. معدلات البطالة، هل انت الناس عندك في معدلات عالية للبطالة ولا لا؟ هل دلوقتي لو انا جيت احتاجت لأي ده عاملة هل هلاقيها بسهولة، ولا هيكون عندي صعوبة واضطر اعتمد على الكوادر الخارجية زي في الخليج العربي مثلا في اعتماد اكتر على الكوادر الخارجية؟ فهو دلوقتي عنده، هو عنده ريد العمالة ولكن بيعتمد في صناعات معينة على الكوادر الخارجية الأجنبية. طيب، معدلات الأجور، لازم اكون متابع لمعدلات الاجور. هل انا هبتدي ادي للناس ديت فلوس قد ايه؟ هل معدلات الاجور ديت عاليه؟ اعلى معدلات الاجور في العالم الترتيب الاخير انا متذكر كانت فنلندا. طب معدلات الاجور عندنا في مصر النهارده في قانون قال ان معدلات الاجور هترفع لحد الحد الادنى في القطاع الخاص 6000 جنيه. يبقى انا لازم اخد بالي ان انا دلوقتي لو هوظف 5 او 6 عمال هدفع لهم الحد الادنى. يبقى انا دلوقتي بدفع لمجموعه العمال ده هم او 10 عمال مش هدفع لهم كل شهر 60000 جنيه. يبقى انا دلوقتي لازم اخد بالي من معدلات الاجور. في دول تانية هتلاقي معدلات الاجور اقل، وفي دول هتلاقي معدلات الاجور اعلى. طيب، السوشيال كلتشر،
العادات والتقاليد الثقافية، هل دلوقتي لازم أخد بالي منها ولا لأ؟ لازم أخد بالي من الأعمار أو الهرم الزمني أو العمري بتاع الناس. أنا دلوقتي مثلا في مصر بشوف إن الهرم السكاني في مصر هو كله شباب، يعني الهرم عندنا في مصر الحمد لله كله شباب. أنت دلوقتي هتركز كده في البرودكت اللي أنت بتنزله على فئة الشباب، فلازم تخلي بالك إن الشباب بيكون لهم اختيارات معينة، بيكون ليهم أذواق معينة، أنت عايز تلبي الأذواق دي. الأذواق دي أنت بالنسبة لك هتبتدي تقول مثلا أنا بتارجت على فئة الموبايلز، يبقى أنا هبتدي أنزل موبايل جديد، الموبايل ده لازم يكون تاتش ولا زراير؟ لا، هخليه تاتش علشان خاطر ده الترند اللي ماشي. هخليه أندرويد ولا أي أو إس؟ لا، هو الأي أو إس موجود وهو ليه فئة معينة، لا أنا هخليه في الأندرويد، الفئة الأكتر من الشباب بتحبها. معدلات المواليد، هل الدولة دي فيها معدلات مواليد عالية ولا لا؟ لازم أبص برضو للديانة. احنا دلوقتي أنا في شهر رمضان، دلوقتي الناس بتستهلك حاجات في شهر رمضان زي التمر والزبيب بيستهلكوه أكتر، يبقى أنا داخل دلوقتي هستثمر في الدولة دي خلال شهر رمضان، يبقى أنا عارف أنا هستثمر في إيه. طيب التكنولوجيا، عامل التكنولوجيا بتختلف من دولة للتانية. في دول بتكون التكنولوجيا عندها متطورة جدا، شاك ما قال مثلا في الفيديو اللي فات في المؤتمر بتاعه وي هاف بيتر تكنولوجي، ان هم عندهم تكنولوجيا اعلى. انت دلوقتي عندك الكوادر اللي فاهمة جدا او مهندسين على كفاءة عالية ومدربين جدا، فهم عندهم بيتر تكنولوجي. انت دلوقتي حبيت تفتح مصانع مثلا اشباه الموصلات، حاولنا نفتحها قبل كده بس ما امكنش بسبب ان احنا ما عندناش بيتر تكنولوجي. حبيت ان انت تعمل لقاح جديد زي لقاح كورونا، في بعض الدول حاولت ان هي تعمل لقاح كورونا ولكن فشلت، وطلعوا البرنامج وقالوا هنعمل لقاح ولكن فشلوا. ليه؟ التكنولوجيا وعمليات التطوير مش موجودة في الدول دي، فاذا هو فشل. فاذا لما تكون من داخل انت بصناعة جديدة او فيها تكنولوجيا عالية، لازم انت كده يا اما هتجيب الكوادر بتاعتك من بره الدولة، يا اما هتروح على دولة فيها كوادر تقدر تخدم على التكنولوجيا بتاعتك. لحد دلوقتي احنا بنعمل عملية ايه؟ تحليل خارجي للتيم او المؤسسة او الشركة اللي احنا فيها. يبقى احنا دلوقتي في عملية التحليل الخارجي، التحليل الداخلي قلنا عليه، ودلوقتي بنكمل في التحليل الخارجي. بورترز طيب في عندنا نموذجين، والنموذجين دول إن شاء الله هنكمل بيهم لحد نهاية اليوم التاني، اس تي بي موديل والفور بيز. الاس تي بي موديل هو سيجمنتيشن تارجتنج اند بوزيشننج. طب يعني ايه يعني ايه الحاجات دي او الثلاثة دول؟ طيب هقول لحضرتك ان احنا دلوقتي سيجمنتيشن، انت بتبتدي تحدد السيجمنت اللي انت هتشتغل عليه. هل انا دلوقتي بستهدف فئة الشباب ولا فئة الشباب الذكور ولا البنات؟ هل انا دلوقتي بستهدف الاعمار اللي هي من 18 مثلا ل 25، ولا فوق ال 25 لحد 30، ولا 30 لحد ال 40؟ يبقى انا الفئة العمرية مثلا بستهدف، حددت الفئة العمرية اللي انا بستهدفها، حددت ان انا دلوقتي بستهدف فئة الشباب، حددت ان انا دلوقتي بستهدف الفئة دلوقتي الناس اللي هي بتشتغل. في ده كله في عملية السيجمنتيشن، انت بتحدد ايه الناس اللي انت ايه السيجمنت اللي انت هتشتغل عليه. مش محدش بيدخل السوق يقول انا هشتغل او هتارجت كل السوق، لا، لازم دايما ليك في السوق فئة انت بتشتغل عليه. يعني السمارت فونز، الشركات بتركز اكتر في عملية الفيتشرز بتاعتها على فئات الشباب، وهتلاقي أغلبية الإعلانات اللي بيقوم بيها شباب، وأغلبية الإعلانات الكلمات المفتاحية فيها موجهة للشباب. بيبتدي يخاطبك إن أنت تقدر تاخد صور كويسة في سامسونج، في الأبل، يبتدي يخاطبك إن أنت دلوقتي هيكون كشاب معاك سوفت وير كويس جدا، هتشيل براند كويس زي أبل. بيبتدي يكلمك مثلا في موبايلات لأوبو، إن أنت دلوقتي هيكون عندك، بيبتدي يديلك ذاكرة قوية جدا عشان تحط عليها محاضرات، تحط عليها دلوقتي تسجل محاضرات، تسجل تحضر ميتينجز، فأنا بديك ذاكرة مثلا عالية وبسعر رخيص. فكل شركة بتحدد السيجمنت بتاعتها وبناء عليها تبتدي تشتغل.
طيب انا حددت السيجمنت بتاعتي، هستهدف من السيجمنت دي مين؟ انا دلوقتي حددت دلوقتي فئة الشباب، والله التقارير قالت ان الاولاد داخل الجامعات اكتر، يبقى التارجتنج بتاعي هيكون فيها الشباب الاولاد، بناء على تقرير او بحث تسويق احنا عملناه. في بحوث تسويقية بتتعمل بتقول لك احنا دلوقتي هبتدي استخدم هبتدي هتبتدي ان انت حضرتك دلوقتي في الفئة السعرية اللي انت هتبيع بيها، يبقى الافضل ان انت تبيع بيها للفئة للولاد اكتر داخل الجامعات. فانت الاعلانات بتاعتك هتكون وانت بتعمل اعلان جديد بالتارجت الفئة دي. البوزيشننج انت عايز تقول له دلوقتي والله انا بتارجتك انت كشاب طالب في الجامعة، السن بتاع حضرتك من 18 ل 20، من 18 ل 22 او 24 سنة. عايز اقول لك دلوقتي انا بقدم لك ايه؟ انا بقدم لك فيتشرز جديدة في الموبايل ده، الفيتشرز ديت مثلا كاميرا كويسة للتصوير. عايز تقول له تزرع جواه او جوه الشاب الحاجة اللي انت بتعملها كويس. انا دلوقتي عايز اقول لك ان انا الموبايل بتاعي فيه كاميرا كويسه جدا، عايز اقول لك ان انا عندي ذاكره كويسه جدا، عايز اقول لك ان انا السعر بتاعي بالنسبه لك كطالب لسه في الجامعه، لا هو السعر هيكون تنافسي وانت هتقبله. اللي نزلت بالاستراتيجي دي ونجحت فتره كبيره جدا كانت انفينكس، كانت دايما بتلعب على الحته دي، ان انا دلوقتي بقدم لك منتج فيه كل حاجه. انت عايز ذاكره 128، كان في الفعل في الوقت بتاع 2020 و2021 الموبايل ال 128 كنا بنتكلم فيه في الوقت ده عامل له 4000 جنيه، انفينكس نزلت موبايل عامل 2000 جنيه و2500 جنيه. قالت ان انا بديك موبايل 128، بديك شاشة كبيرة جدا كشاب، بديك الصوت كويس، بديك كمان سماعات فور فري. فهو عايز يقول لك انت كشاب انا بديك مميزات ايه تناسبك علشان انت تبتدي تفكر فيا حتى في اي عملية شركة. دي الجزئيات بتاعت السيجمنتيشن، انت بتقسم على اساس هل المدينة بتقول ان انا هستهدف مثلا محافظة القاهرة، مش بتقول انا هستهدف في البداية كل الجمهورية اذا كانت حجم الشركة قوية، بتقول انا هستهدف محافظة القاهرة، جوه محافظة القاهرة هستهدف الاعمار، وجوه الاعمار هاخد الشباب مثلا، باخد الناس الطبقة المتعلمة اللي هم في الجامعة، اللايف ستايل بتاعهم ماشي ازاي، هل هم بيحبوا الحياة بتاعتهم بتكون داينامكس متغيرة أكتر، أو بتكون فئة الشباب بتكون الحياة عندهم متغيرة أكتر. طيب هنشوف مع بعض ده، دي أحد الإعلانات اللي عملتها. شركة فورد هنشوف لها إعلان، شركة فورد كانت حابة إن هي تدخل أسواق جديدة، أحد الأسواق الجديدة اللي هي السوق الأمريكية. هنشوف ان هي حابة تدخل الاسواق ديت بطريقة جديدة جدا ما كانتش مستغلة قبل كده. هي اعتمدت هنا على قوة الانفلونسرز ازاي تستخدمهم في انهم يساعدوها في الخطة التسويقية بتاعتهم. العلم الحجم اللي دي كانت ناجحة جدا جدا يعني. The Fiesta was Ford's most popular small car model in many countries around the world. The Fiesta was largely unknown in the US market as most US buyers preferred large cars over compact models at the time. In Europe, by comparison, Ford was associated with small, speedy, affordable cars. Ford was interested in introducing the Fiesta to the US market and targeted US millennials, a group of US buyers aged 14 to 29, many of whom were first-time new car buyers. Millennials posed a unique challenge as many are wary of ads. Ford wanted to make millennials aware of the brand and make it a viable option for them when buying their first car. The objectives were to build awareness of and interest in the 2011 Ford Fiesta among young U.S. consumers. Success was measured as pre-launch car sales. In April 2009, Ford launched the Ford Fiesta Movement campaign. This was considered a bold move by Ford as most U.S. automakers were in the middle of a government bailout at the time. And the car wouldn't be available in the US until 2011. Ford positioned the Fiesta as an ecologically friendly and affordable car that was also cool. Ford decided to reach out to a small number of influencers in the US and let them drive the Ford Fiesta for free for 6 months.
Over 4,100 people or couples applied to be agents of the Fiesta movement, and 100 were selected. The 100 agents were asked to report on their experiences with the car using social media. Agents were also given missions to complete to help generate content. Ford wanted to meet millennials where they were at, and so focused their digital marketing campaigns on social media channels. Each agent had a profile on the Ford Fiesta Movement website and were encouraged to post videos of their experience on YouTube, regularly tweet about the car on Twitter, and blog about the car. The results were good. Pre-launch brand awareness was 38% among 16 to 24-year-olds, the same brand awareness for other cars Ford sold in the U.S. via traditional advertising. Ford reported that approximately 50,000 consumers expressed interest in buying a Fiesta once it was available, and 97% of those leads did not own a Ford car. Optimization included how to better direct car interest to sales. Also, in 2014, Ford launched a second version of the movement that it called Remix. The campaign also used agents, but was focused on objectives beyond awareness, as the Ford Fiesta was by then already known. The 2014 campaign was able to create earned media of 203 million views and 21 million views of Fiesta videos on its official channels. As you can see, it takes a lot of thought, planning, and resources to launch a digital marketing campaign, but the results can be incredible. طيب هو عايز يقول لنا ايه هنا؟ يقول لنا ان فيستا او فورد بدات ان هي تارجت سوق جديد، ان هي بدات تعتمد السوق ده بدل ما تصرف على الدعايه كتير او تعمل كامبينز، لا هي اعتمدت على انفلونسرز ان هي تديهم العربيه بتاعتهم فور فري لمده 6 شهور، مقابل ان هم كل فتره بياخدوا صور مع العربيه بيقولوا التجربه بتاعتهم بينزلوها دايما على السوشيال ميديا. بدات الشركه تدخل بالطريقه ديت، الكامبين نجحت جدا. الشركه لما جت تنزل فيرجن 2 ما قدرتش ما اضطرتش ان هي تصرف كتير عليه، لان المنتج الاولاني الحمله بتاعته كانت باعت نفسها بطريقه كويسه، ان هم حددوا التارجت بتاعهم جدا، تارجتنج سيجمنت، بداوا يحددوا السيجمنت، بعد كده عملوا لهم تارجت كويس جدا، وبداوا يعملوا لهم بوزيشننج عن طريق الجيل الانفلونسرز بتوعهم. طيب تارجتنج ولا ايه؟ طيب جزئية البوزيشننج قلناها، بس عايزين نقول على الجزئية بتاعة الديفرنشيشن. انت حضرتك دلوقتي لما بتيجي تنزل على سوق جديد لازم يكون في حاجة مختلفة انت بتقدمها. شركة مثلا زي ايكيا، انت لو داخل تنافس شركة قوية زي ديت في مجال صناعة الأساس، الشركة ديت لازم تدخلها باستراتيجية جديدة. الشركة مثلا بتعتمد على عملية الإنتاج، إن هي بتنتج كميات كبيرة من المنتجات، مثلا على مثال الترابيزات، إيكيا مش بتنتج 1000 ولا 2000 ولا 10,000 ترابيزة، أنت إيكيا بتنتج مئات الآلاف من الترابيزات، وبيكون بتاخد عن طريق المانجمنت الكويسة كوست، بتقلل الكوست عندها، إن هو الإنتاج زاد جدا، بتحاول تاخد اللي هو الرو ماتيريالز بتاعتها بتشتريها بنظام زي كأنها جملة مثلا، فتفيدها في عملية التصنيع وتقلل عندها التكلفة. طيب إيكيا بقت مشهورة بحاجة زي كده، أنا لو عايز أخش أنافس إيكيا في الجزئية ديت لازم عمري ما هنافسها في موضوع السعر، مش هنافسها في التسعير خالص، لا عشان أنافس إيكيا لازم هنافس إيكيا في ديزاين مختلف، عملية عروض مختلفة، إن أنا بديك مثلا الترابيزة دي فور فري مع منتج معين، إن أنا ما عدتش ببيع الترابيزة، لا ده أنا بسوقها، أنا بقول له إن أنا هديك الترابيزة نفسها فور فري لما تشتري مني مثلا بحجم الشراء يعدي ال 100,000 جنيه، هتاخد ترابيزه او 2 هديه. يبقى انا دلوقتي ما بقتش بنافس ايكيا في الجزئيه بتاعت السعر، لا انا بنافسها في طرق تانية، في البروموشنز، طرق تانية في العرض، ان انا بدخل العرض اللي هي متميزه فيه مع عروض تانية. الديفرنشيشن بيكون على اكتر، بيكون في اكتر من حاجه، انت ممكن تعمل ديفرنشيشن في المنتج نفسه، ان انت زي ابل لما نزلت بالايفون كانت بتعتمد ان هو يكون شكله مختلف، ممكن السيرفيس بتاعتك ان انت عندك كاستمر سيرفيس ممتازة بتختلف زي امازون، امازون بتعتمد هنا على ان العميل دايما على حق، والسيرفيس الكاستمر سيرفيس عندهم ممتازة جدا، ان هو مش بيخليك حتى ان انت ترن عليه، لا بيقول لك خليني انا اكلمك لما انت تحب تتواصل معاه، ممكن تكون عن طريق الشانلز بتاعت التوزيع، يعني انت دلوقتي لما بتحتاج تشتري منتج
بدل ما انت لو تروح للمنتج بيجي لك لحد عندك. امازون اعتمدت على حاجه زي دي في التشانلز، ضافت عندها برودكتس جديده او سيرفيسز جديده زي امازون برايم، ان انت بتعمل اشتراك شهري او سنوي، المنتجات بتاعتك كلها بتكون الشحن عليها مجاني. فهي هنا اختلفت في الديفرنشيشن، هنا بقى في عندها اختلاف عن نون. نون هنا ما بتديلكش حاجه اسمها نون برايم مثلا، النون عندها ان انت لو انت هتشتري بتدفع، ما عندهاش لو بتتاخد حتى البرايم بتاعها مفيش فيها منصة للأفلام. أمازون بتديك منصة أفلام جيمز، تديك أكتر من حاجة علشان تقول لك أنا مختلفة إزاي عن بقية المنصات التانية. عندها الضمان الممدد، أنت ليك إن أنت تشتري منهم ضمان ممدد. دي كلها حاجات دخلت في بند السيرفيس والتشانلز. بص الشيرنج خلاص قلناها، شرح البرودكت، طيب اعتقد دي. طيب الجزئيه بتاعت برودكت يعني نقولها علشان هي قريبه من التيم بيلدينج. انت اي تيم بنبدأ بنبتدي بالتعارف، بعد كده عمليه الستورمنج، بعد كده بندخل في عمليه التنفيذ وهكذا لحد ما التيم يوصل للبروجكت، يا اما يكمل معايا يا اما يقف. طيب انا عندي البرودكت برضو بيبتدي في مرحله هنا، دي مرحله، في مرحله هنا الار ان دي، عمليه الريسيرش اند ديفلوبمنت، بيبتدي بعد كده المنتج يطلع للسوق، طالع للسوق وبدأ يكون معروف بخطة ناجحة، نبتدي هنا نعمل مبيعات ويكون في جروث عندي، البروفيت هنا دي السيلز بتزيد، البروفيت معاها بيزيد لحد ما نوصل لأقصى نقطة هنا في عملية السيلز وعملية البروفيتس، يوصل من بعدها التدهور. عندي التدهور ممكن أعمل حاجة من اتنين، أعمل ديفلوبمنت للمنتج نفسه إن أنا أطلع فيرجن تاني زي الايفون مثلا 4 لما جه يتدور، لا كان في 5، لما جه 5 يتدور كان في 6 وبعد كده 6 اس، وتنه مكمل في السلسله. او ممكن المنتج ده يكون يموت خالص، تمام، زي مثلا نوكيا طلعت منتجات زي الموبايلات اللي هي كانت 6600 مثلا، الفيرجن ده لما مات ما طلعتش حاجه متطوره عنه، على عكس سلسله الفئه الان ان 70 بعد كده ان 72 ان 73 بدأ التطور في السلسلة أو الفئة. طيب دي الجزئية الخاصة بالماركتينج. في أي سؤال مع لحضراتكم؟ في أي سؤال لحضراتكم مش مهندسين؟ لا تمام. طيب لحد هنا تمام. ناخد آخر حاجة. هنكمل في الفور بيز. قلنا البرودكت، هناخد بعد كده البرايس والبليس والبروموشن. المنتج ده المنتج اللي انت بتعرضه على العميل او الكلاينت بتاعك في البداية، وبعد كده بتعمل له عملية تسعير قوية او عملية تسعير مناسبة ليك، بتبتدي تحاول ان انت تبيع فاليو مش برايس. انت دلوقتي زي ما قلنا ايكيا، انت لو دخلت تنافسها في المنتجات بتاعتها انت لو هتبيع بسعر وبفلوس هتفشل جدا مع ايكيا، ولكن لو هتبيع فاليو انت لو اشتريت ب50,000 جنيه هتاخد الترابيزة بتاعتي مجانية، مع ان انت ما تقدرش تنافس ايكيا في السعر. هو مثلا هيبيع الترابيزه سي ب 4000 جنيه، انت عشان هي تقف عليك بالتصميم وتنفيذ تقف عليك ب 5000 جنيه، لا ده انا هديها لك مجانيه لما تعدي مثلا حجم مبيعات معين، لما تعدي البريك ايفن بوينت بتاعتي لا هديها لك فور فري. يبقى انت كده ما نافستش ايكيا على قد ما انت دخلت له بفاليو جديده وقلت للعميل بتاعك انا هديك نفس المنتج فور فري، وانت هي مش فري بس هو عدى عندك مارجن معين من الفلوس بدأ يحفزك ان انت تديها له مجانيا، ان هو اوريدي دخلت الكوست بتاعتها من ضمن البروفيت بتاعك. من ناحيه ما قلتلوش لا ده انا ارخص من ايكيا، لا ده انا بالنسبه لي هديها لك فور فري، بس لما بتشتري عندي مجموعه من الايتمز مثلا، لو هتاخد صالون كامل هتاخد مثلا دي مثلا فور فري، لو هتاخد غرفه نوم او غرفتين نوم هديك 3 ترابيزات او ترابيزتين فور فري. يبقى انت هنا من عمليه البرايسنج مش لازم تقول انا بنافس في البرايس على قد ما انا بنافس في الفاليو اللي بقدمها لحضرتك.
شركة أبل مثلا لما بتيجي تصنع أو تصنف البرايسنج بتاعها، هي هاي برايس، هي ماركت ليدر. طب لو أنا البرايس بتاعها نزل شوية، أنت هتبتدي تعرف إن في حاجة غلط. أنا دايما متعود إن أنا باخد بدفع مبلغ كبير جدا مقابل كلمة أبل. فأنا دلوقتي أبل بتبيع لحضرتك فاليو، بتبيع لحضرتك البراند بتاعها، بتبيع لحضرتك السوفت وير بتاعها، بتبيع لحضرتك فيتشرز متكاملة مع بعضها، بتخليك تنسى موضوع البرايسنج عندك. يبقى البرودكت برايس بتاعك انت عملته. طيب البليس، انا دلوقتي اديت لحضرتك منتج كويس بسعر كويس، بس لما جيت انت تشتريه ما لقيتوش، لما جيت تشتريه تدور عليه ما لقيتوش. من الناس اللي عملت استراتيجي زي دي، اول ما جت تنزل منتج جديد كانت دومتي، دومتي الساندوتش، اللي هو ساندوتش اللي نزل قبل كده في سنة كام؟ اي ثينك في 2020 كده. ايه يا باشمهندس؟ 19 اللي كان بالشوكولاتة. مظبوط. هي اول ما نزلته عملت عليه بروباجندا كتيرة جدا، الناس كانت عايزة تشتريه بس هي مش لاقيه. يعني هو اتعمل له بروباجندا قوية جدا، انت عايز تشتريه بس ما انتش لاقيه. هي دي كانت حركة ذكية من ضمن الماركتينج بلان بتاعتهم ان هم نفذوها. بس انت دلوقتي جيت تدور على الدومتي مش لاقيه، انا بقى عايز المنتج ده بس مش عارف اجيبه. فاذا عندك دلوقتي بقى عندك انت ككاستمر في مشكلة، انت عندك دلوقتي الاويلنج ان انت عايز وتراغب ان انت تشتريه، وعندك الابيليتي انت جاهز انك تدفع فيه عشان تاخد الاكسبيرينس. طب لما اخدت الاكسبيرينس بتاعته، لما المنتج نزل وجربته، بقيت متشجع ان انت ما تفرقش الدومتي. يعني دلوقتي دومتي الاكسبيرينس بتاعتها كانت عجباني، لا هكمل دايما معاه. لما تيجي ابل تنزل موبايل جديد مثلا للشرق الاوسط، انت دلوقتي حصل عندنا حظر لاستيراد الموبايلات مثلا، انت تبقى عايز ان انت تشتري. في ناس بتبتدي تسافر، في ناس بتقول لك لا انا هخلي حد من بره يجيبه لي. المهم ان انت بتتصرف وتجيبه لان انت عندك الرغبه فيه. طب الاسهل ان انا اعمل لك ايه؟ ان انا اوفره لك في متاجر قريبه من حضرتك، ان انا اخليه لك موجود اونلاين، ان انا اخليك ان انت لما تطلبه كمان اونلاين يجي لك لحد البيت بدون ما انت تنزل حتى، ان انا اوفر لك في فيتشرز تانية في عملية الديستريبيوشن. ان انت دلوقتي تبتدي تطلبه في اي محافظة، مش لازم اقول لك ده مقتصر على محافظات زي القاهرة واسكندرية. طول ما انت كنت قريب من العميل بالمنتج بتاعك، طول ما كان العميل سهل عليه ان هو يشتري، دي بتكون حاجات مختلفة جوه الديستريبيوشن. هنختصرها عملية البروموشن والكوميونيكيشن. طيب لو حضراتكم تفتكروا ان احنا في بداية التيم بيلدينج قلنا ان احنا دلوقتي بنختار ناس تكون كويسة جوه التيم. انا دلوقتي عملت تيم مكون من 6، في ناس قالت انا هشتغل على البرودكت، وناس قالت انا كويس في التسعير، واحد قال انا عملية السبلاي تشين انا كويس جدا فيها، ان انا هبتدي اعرف ازاي اوصل المنتج واجيب السبلايز بتاعتنا، وواحد قال لك انا كوميونيكيشن عندي كويس واعرف اعمل بروموشن واعرف اعمل لك حملات تسويقية قوية. انت دلوقتي عملية عرضك للمنتج دي أهم حاجة. أنت ممكن المنتج يكون فيه عيوب، وأنت بطريقة عرضك للمنتج تتغلب على العيوب دي. إزاي توصل للعميل الفاليو اللي هو هياخدها من المنتج؟ أنا المنتج بتاعي باجي أديهولك بقول لحضرتك المنتج ده جديد في السوق، فيه فاليو قوية جدا أنت هتاخدها منه. دلوقتي الشركة زي انفينكس كانت داخلة السوق، دخلت بتو استراتيجيز، ان هي ادتك فاليو عالية جدا للبرودكت بتاعها، ان هي بتديك كل الفيتشرز اللي انت محتاجها، وفي نفس الوقت الكوست بتاعي تنافسي جدا، انا بديك كوست تنافسي بس الفاليو بحاول اعليها عندك. طيب بدأت ان هي تعمل بروموشن ازاي؟ في البداية اعتمدت على انفلونسرز، الناس نشطاء المحللين الاقوياء بتوع الموبايلات بدأوا يتكلموا عن انفينكس ان هي في حاجة فيها في الفئة الاقتصادية، حاجة كويسة جدا في الفئة الاقتصادية، بتديك كل الفيتشرز وفي نفس الوقت انت هتستفيد بتجربة ممتازة. شفنا فورد لما جت تعمل اللونشنج بتاعها للعربية الجديدة، بدأت تعتمد برضو في ضمن البروموشن على انفلونسرز، بدل ما تدفع حملات وكامبينز لا هي خلت الناس دي هي اللي تتكلم باسمها.
طيب تسلا اول ما بدات تقول لك لا انا هبتدي مع عربيه تكون صديقه للبيئه، عربيه كهربائيه مش هتستخدم منك انك تعمل لها غيارات للزيت او انك تستخدم لها الوقود الحفري، وانت كده بتحافظ على البيئه، واتجه شويه ان هو يلعب على الجزئيه بتاعت المحافظه على البيئه وان احنا جو جرين. البروموشن هو الرساله اللي انت عايز تنقلها للعميل، عايز تزرعها معاه، عايز تقول له انا ايه الفاليو اللي انا بديها لك. ولازم في البروموشن دايما ان انت بتكون دايما مع العميل، دايما تكون كل فتره تقول له انا موجود. ايه فايده اعلانات رمضان اللي بتعمل وبتصرف عليها فلوس غير ان انت دايما بتعمل بروموشن وبتقول للعميل دايما احنا موجودين اهو في السوق وقريبين دايما منك. في حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين؟ الجزئية بتاعت التسويق دي مفهومة؟ طيب مراجعة سريعة مع حضراتكم. دلوقتي حضراتكم قلنا التيم بيلدينج، ازاي هنبني التيم، التيم ده ايه المواصفات اللي فيه، بنحتاج ايه من التيم بتاعنا، بناء التيم بتاعنا ايه المراحل اللي هيمر بيها، بعد ما بيمر مجموعة مراحل بنبتدي ازاي نولد افكار. قلنا سريعا الاجزاء او بعض الطرق اللي بتستخدم في توليد الافكار بشكل سريع، ركزنا على برنامج سكامبر وركزنا على المايند مابينج كأداتين قويتين في عملية توليد الافكار. دخلنا بعد كده على الماركتينج، وهنا انت عندك عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية دي اللي تخص التيم بتاع حضرتك من النقاط القوة والضعف، تعمل لهم تحليل داخلي، وفي عوامل خارجية بتأثر على حضرتك انت مالكش اي تدخل فيها، ولكن عن طريق نقاط القوة والضعف اللي عندك بتبتدي تتغلب عليها او بتنهار معاك. قلنا خدنا تحليل بيست اناليسز، وقلنا العوامل السياسية بتكون مهمة ان انت بتعرف القوانين والتشريعات السياسية الجديدة. قلنا العوامل الاقتصادية زي توفير، زي قوة الاقتصاد بتاع الدولة، توفير العملات الأجنبية، معدلات التضخم، معدلات الفايدة. دخلنا في العوامل الاجتماعية، ودخلنا في العوامل التكنولوجية، وقلنا على مثال زي لقاح كورونا ومصانع الخاصة بالشبس اللي حاولنا نصنعها في فترة من الفترات. دخلنا بعد كده على الـ STP Model وعلى الـ 4 Ps. الـ STP Model segmentation, targeting and positioning، وهم مرتبطين بالفور بيز، ازاي يكونوا الاثنين انتجريتد مع بعض. الفور بيز product, price, place and promotion. في بعض الكتب بيكتبوا الفور بيز 7 بيز، وفي البعض بيوصل بيهم ل 12 بيز، ولكن هو متعرف عليه الفور بيز. ومع الكتاب الاخير لكوتلر، عشان لو حد وصل له المعلومة ديت، هو لغى الفور بيز في الكتاب الاخير بتاعه. اتكلمنا عن الفور بيز، قلنا البرودكت بتاعك، دورة حياة المنتج بتاعك ازاي بتمشي، قلنا البرايسنج، وقلنا على أمثلة ديت من إيكيا، وقلنا في البروموشن وكان معانا مثال فيستا، وقلنا آخر حاجة قلنا البرايسنج والبروموشن والبليس. في دلوقتي في أي أسئلة؟ أشوف حضراتكم على خير. بكرة إن شاء الله هيكون فيها معانا الفاليو بروبوزيشن، هنكمل فيه. الفاليو بروبوزيشن مرتبط بأجزاء الماركتينج جدا جدا، وبعد كده البيزنس موديل كانفاس. اتمنى حضراتكم تقرأوا اكتر عن البيزنس موديل كانفاس، وهو ده المين جول بتاعنا، وهناخد الجزئيات بتاعة البيتشين. كل سنة حضراتكم طيبين، واشوفكم بإذن الله على خير بكرة. شكرا جدا لوقتكم.